سنتيمتر يعني أحرق حاجة دي شكلها عامل زي ايه اصلا؟ هي كلها وانت بترسمها بير شيب صح؟ بتتحرك؟ الكمان بتتحرك؟ ازاي؟ في فلاجيل ومفيش ديل؟ سبايك بتتحرك ازاي بقى؟ بس لها طريقه، بس احنا هناخد اورجانيزم بتتحرك كده بعد كده. ايه؟ جيرك موفمنت. انت قاري صح؟ ولا انديولوجي ميمبرين اكبر من لوكوسايت اكزوستايل. طب قول لي بقى مونيلي سبورز ممتاز تتحرك الموتايل بلاك باي النهارده هنكمل بقى ترايكوموناس ومونيلي. انا اهم تو اورجانيزمز عندي في العياده هم دول، ادي ترايكوموناس وادي مونيليا. لا اسمها كانديدا ايه؟ قلبي. هناخد بقى مود اوف ترانسميشن. طلع من الترايكوموناس 70% سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. اما 30% بيجوا منين؟ اما هو الناس بيجي لهم الترايكوموناس دول بس ما لهمش علاقه بالسكس خالص. قال لك اللي احنا خدناه قبل كده، استخدمت فوطه واحده ثانيه، لبست لبس واحده ثانيه، قعدت على تويلت سيت، يعني ممكن يكون السبب تويلت سيت، كونتامينيتد هاند، تاولز، كلودز. يبقى ده زي ما كنا قلنا في الايه؟ في بنت صغيره او ست عجوزه. امال بقى المونيليا بقى. المونيلا دي كومنسال قصدك تقول عايشه في كل الستات، على فكره دي في كل الستات. امتى تقلب باثوجينيك؟ حاجه من البري ديسبوزنج فاكتورز الحولهم دلوقتي، واكتب عليهم تحليل. ده سؤال صغير، ايه الحالات اللي بيطلع فيها المونيليا؟ مهم جدا، هنعمله بطريقه عشان ما ننساهوش. هل ده بقى سيكشوال ترانسميتد ديزيز ولا لا؟ ده سؤال في الامتحان. يعني ده سيكشوال معروف عنه. امال هل ده سيكشوال الاجابه؟ لا، يعني افترض واحده فيرجن ممكن يجي لها ده ولا لا؟ لانها كومنس اول ما يطلع حاجه من بري ديسبوزنج فاكتورز يبتدي يطلع المونيليا ده. ايه بقى البري ديسبوزنج فاكتورز؟ يبقى ده نون سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. خلاص؟ تعال بقى نشوف ايه البري ديسبوزنج فاكتورز. حاجه ليها علاقه بالالترد بي اتش. نونا دي بتحب انهي بي اتش؟ اسيدك، هتشوف دلوقتي. اخر واحده altered vaginal microbiology، يعني انت غيرت الميكروبيولوجي بتاع الايه؟ الفاجينا. حاجه تزيد حاجه تقل، ايه هي؟ يقول لك increase warmth دفى و moisture الرطوبه. وانت العيان يزيد المويتشر والرطوبه اللي هو الوورمث هنشوف دلوقتي. امال ايه اللي بيقل؟ immunity. انا بدي العناوين عشان اطلع. يبقى ما حد يجي يسمعهم دلوقتي، هم اربع كاتيجوريز. لما تغير البي اتش، لما تغير المايكرو انفايرمنت بتاع الفاجينا، لما حاجه زادت زي الورمز، لما حاجه قلت زي ايه؟ اميونتي. امسكهم واحده واحده. اولتر بي اتش زي ايه؟ حمل. طارفين الحمل بيبقى دايما الاستروجين بروجستيرون اخباره ايه؟ عالي، فبيعمل اسيدك بي اتش. تطلع مين؟ اسال اي واحده حامل، هل بينزل عليك افرازات لونها ابيض؟ اه. وعلى فكره بتبقى كتيره جدا، لا مجبنه دي كلهم عشان الاميونتي واطيه اللي هنشوفها دلوقتي، وفي نفس الوقت البي اتش ايه؟ اولتر. حاجه ثانيه، حبوب منع الحمل البرولونجد يوز. هتقولي الحبوب دي فيها ايه وايه؟ ما هي زي الحمل، يبقى حمل او حبوب منع الحمل نفس الفكره، بتغير البي اتش بتاعت الفاجينا. اما الالتر فاجينال مايكرو انفايرمنت ازاي بقى؟ حد فاكر المضادات الحيويه؟ احنا غلط. تقعد تاخد مضاد حيوي وانت حافظ واحد بس، يعني كل واحد فينا حافظ واحد بيجيبه من ايه؟ من الصيدليه، وده غلط. يعني واحد حافظ اوجمنتين، معظمنا على فكره اوجمنتين، تروح متصل اديني اوجمنتين، تروح بالع. اول ما تاخد الاوجمنتين فتره طويله الفاجينال مايكروبيولوجي بيتغير ويبتدي يطلع المونيليا.
حتى بيسموها عش الغراب. يبقى ما تنساش prolonged antibiotic use. واحدة بتاخد مضادات حيوية على الفاضي والمليان كل لوز تروح بلع. غلط. نيجي بقى increase worms. يقول لك النايلون underwears تفتكر يبقى العلاج ايه في الاخر؟ كوتون underwears كتاب القسم. tight clothes يعني واحدة لابسة حاجات محزقة دي هيجلد حقيقي بيزيد الورمز دي حقيقة معروف. امال اذا كانت واخدة لوز كلوزز بيقل الانفكشن. ما في حاجة انتوا متعرفوهاش كمان. اما تيجي العيانة تتشطف ما بتنشفش يطلع المنيل. عشان ده تنبيه دايما في العيادة اقول لها شطفي بس ايه؟ نشفي. لان اذا كنت انت وات يعني المونيتشر زاد بيطلع مين؟ منيل تلاقي سم بهبل. نيجي بقى لديكريز اميونتي زي الحمل ديابيتس يعمل عليه علامة. هو ده اهم حاجة. انا لما تجيلي عيانة جيلها مونيليا وترجع مونيليا وتاخدناها مونيليا ريكارنت مونيليزس يبقى غالبا الاميونتي بتاعتها ايه؟ ضايعة. اللي هو مين؟ يبقى رقم واحد في الامتحان تقول له اكسكلود ديابيتس دي اهم واحد. ايدز يعني صعب قوي هتموت خلاص. ها يعني قصدي اقول اهم حاجة مين؟ ديابيتس. نيجي بقى لكلمة برولونجد وتحط تحتها مليون خط. ستيرويد ثيرابي كورتيزون. اذا ما حطيتش كلمة برولونجد غلط. اللي بياخدوا كورتيزون شهر هل يجي له مونيليا؟ لا. اللي بياخدوا سنين يعني واحدة عندها روماتيزم ودكتور الروماتولوجي قال لها هتفضلي على الكورتيزون سنة سنتين. طلع ان كل ما تزيد الفترة كل ما الاميونتي ايه؟ تقل. اللي هيسمعهم ده سؤال تحليلي مش عايز حاجة تنقص. altered pH altered microenvironment او microbiology بتاع الفاجينا حاجة زادت. مونتشر وورمز حاجة قلت. اميونتي تعال نفتكرهم كده. حاجتين ليهم علاقة بالبي اتش اسيدك ليهم علاقة بالاستروجين بروتين هما مين؟ حمل وحبوب من؟ الحمل. حاجة ليها علاقة بالمايكرو انفايرمنت بتاع الفاجينا الانتي بايوتيك. حاجتين حاجة بتزيد وورمز اللي هي نايلون اندر ويرز وي تايت كلوزز. حاجة بتقلل الاميونتي زي حمل اهو ده اهمهم. سكر اخر حاجة برولونجد ستيرويد ثيرابي. يبقى ده نون سيكشوال وكومنسا يعني ممكن يجي واحدة فيرجن. على فكرة الفيرجن بيجي له ده كتير جدا. تقول لك حاجة مجبلة وبقعد اظهر مش كده اقطع نفسي من تحت وهتعرف الكلام ده وعلاجه ايه كمان. حد يسمحهم لي شكلكم لسه مش فايقين اهو. تقدر تقولهم لنا؟ اهو. لا ما تبصيش في ايوه. تمام. أو إيدز حاجة بتزود الورمز والمولش كلوزز حاجة بتغير البي اتش و حاجة شبهها حبوب من الحمل. تعال بقى نشوف الترايكومونس تعشق الالكالينيتي. ركز. المونيليا تعشق الاسيديتي. تفتكر مين فيهم يجي بعد الدورة؟ بقول دي بتعشق الالكالينيتي دي بتعشق الاسيديتي يبقى دي تيجي بعد. هو المنسز از ايه؟ الكلاين. يبقى دي تيجي بعد. يبقى دي دايما تظهر تقول لك كده بوست منستري. امال مين اللي بتحب الاسيديتي دي؟ بري منستري. على فكره ده سؤال حلو قوي في الشيك. يعني افترض الافرازات بتظهر قبل يبقى غالبا دي. اما اذا قالت لك بعد الدوره يبقى غالبا دي لان بتحب الالكلاين ايه؟ مين؟ طلع طبعا كتاب اسمه كله اصلا اسيمتوماتيك وجولد ستاند. خد يقول لك ان هنا 25 ل 50% سيمتوماتيك ما بتشتكيش ترايكومونز. اكتشفتها بالصدفه طبعا كلام وهمي. معظمهم سيمتوماتيك انا عمري هكتشفها اذا كانت اسيمتوماتيك اصلا. طب هعمل ليه اصلا للعيانه؟ تعال بقى نشوف الكلينيكال بيتش 3 بيز 1 اس. حد يقول لي من الحصه اللي فاتت اي فالف فاجينالز ايه هم؟ بين هغير واحده بيرنال ديسشارج اللي هغير البيرنال دي و برورايتس فالفي هارش والاس سورنس. قلنا ايه الفرق بين سورنس وبرايتس فالفي؟ حرقان وده هارش. بص بقى الديسشارج مختلف. دكتور هاني حسن اول مره اجيب سيرته على فكره ده في اخر السنه هو دكتور طيب جدا بس مشكلته بيسال في الافرازات لانه دايما بتلخبطوا منه. تلاقي واحد بروفيوز والتاني سكانتي واحد ثيك وواحد ثين.
طب انا عايز افتكر من اسم الاورجانيزم كل حاجه. افتكر كلمه تراي. تراي يعني كام؟ ثلاثة مونو واحد، يبقى مين فيهم بروفيز عشان ما انساش؟ ده ما انا عايز احفظها بطريقه معينه عشان ما انساش، يعني في اخر السنه كله بيدخل في بعضه. افتكر من الاسم اللي انا عايزه، يعني دي بتبقى دايما حقيقي بروفيوز كميتها فظيعه، وبالتالي ثين ده بيسموها كوبيس. امال دي مونيليا ثيك عشان ايه؟ سكانتي. الافرازات بتبقى لازقه جوه، اللي عايز يفهمها عباره عن جبن قريش لازقه في الفاجينا ما بتنزلش، حاجه مقرفه كده. تيجي تبص تلاقي عيشش جوه الفاجينا بتاعت العيان، جبن قريش قدامه، جبن قريش على عنق الرحم ولازقه. طلع العيانه دي بينزل عليها افرازات قليله ليه؟ لانها كلها لازقه جوه الفاجينا. تعال نشوف تراي يعني فيها كام كرايتيريا؟ ثلاثة هنا مش هنا. امال مونو 1 كرايتيريا هنا مش هنا. افتكر مين فيهم تقطع نفسها من تحت؟ دي ولا دي؟ جبنا القريش طبعا، جبنا القريش لازقه. العيانة عايزه تقطع، حاسه ان في حاجه جوه مش عارف. مارك الاتش، والسؤال بيجي في الام سي كيو. المين سيمتوم اوف مونيليا مارك الاتش، طرش فظيع. العيانة دي بتقعد تقطع نفسها من تحت، هنا عكسها يبقى مينيمال ايه؟ اتش، هو في اتش بس هنا ايه؟ مينيمال. تعال نشوف ثلاث حاجات بقى. رقم واحد وهي بتطلع بكميات فظيعه بتبقى فروثي. فروثي يعني ايه؟ فيها لغاوي. حقيقه اذا انت بصيت عليها كتبت تريكومونس على النت في جوجل كده هتلاقي افرازات طالعه فيها لغاوي بكميات فظيعه. ما هي وهي بتطلع بتروح عندها لغاوي. الحاجه الثانيه الحته مقرفه هي بقى ايه؟ اوفنسيف. اخر حاجه معاها يو تي اي. تقول لك عندي حرقان في البول، بدخل حمام كتير. حد يعرف ليه اليو تي اي هنا مش هنا؟ مع ان كتاب القسم الجميل بيقول لك ايه؟ يو تي اي هنا ميبي بريزنت. ذهب ها؟ يعني اكتبها بايديك اهو كتاب القسم. ان المونيليا قال معاها يو تي اي بس ايه؟ ميبي بريزنت. تفتكر ليه هنا اليو تي اي اساسي؟ ايه؟ عشان مطاير. تروح للبلادر وترجع ها؟ يبقى ما تنساش اليو تي اي هنا طبعا لوجيك كومن، هنا رير اهو يو تي اي ميبي بريزنت. نيجي للون الافرازات. ديت جرينش ايه؟ يلو. تقول لك اخضر مصفر، اصفر مخدر، هي شايفه كده. دي بقى بيضاء. يعني ايه كوتج؟ هتعرف؟ جبنه القريش اسمها كوتج، ها؟ بيقول لك جبن قريش، القريش الدلع اللي انتوا بتاكلوه بالملي، ها؟ لازقه في الفاجينا ولازقه على عنق، حاجه مقرفه، ها؟ يبقى ما تنساش ان هو وايت تشيزي اللي هي كوتج اللي هيسمع من اسمها هتطلع كل حاجه. تراي يبقى ايه؟ بروفيوز تبقى ثين. ثلاث حاجات هنا مش هنا اللي هم ايه؟ فروثي، اوفنسيف، يو تي اي. مينيمال اتشنج لازم تعكس ماركت اتش، خلاص؟ في الاخر جرينش ايه يلو. طب تعالى هنا هتقول لي مونو يبقى ايه؟ سكانتي تبقى ثيك. حاجه هنا مش هنا اللي هي ماركت اتش، بس لازم اقول نوت فروثي، نوت اوفنسيف، يو تي اي ميبي بريزنت زي كتاب الاسم. اخر حاجه لونها ابيض ويبقى اسمها ايه؟ كل. على فكره في العياده بعرفها بالكلام ده. في ست تجي لك تقول لك مش هكشف. ده كتير. تقول لك انت هتبص؟ لا اتفضلي كده. خلاص؟ هسالك اسئله اذا قلتها لي هعرف نوع الانفكشن. حضرتك الافرازات لونها ايه؟ تقول لك مجبنه. احنا هنا بقى خلاص؟ تقول لك في هرش بقطع نفسي اهي حاجه واضحه. هل الافرازات معاها حلقان في البول؟ لا. يبقى مين؟ مونيليا خلاص. امال اذا قالت لي بقى لونها اخضر مصفر وريحتها مقرفه وما معهاش هرش قوي ومعاها حرقان تبقى مين؟ ترايكومون. يبقى انا عن طريق السيمتوم ممكن اعرف الحاله عشان دي بتيجي كيس. اكتب لي بقى بايديك هنا عشان الكيس اللي جت في الامتحان اللي مكتوبه في كيس فايل ان هنا بتطلع ريحه فيشي. هنشوفها بعد شويه في البكتيريا فيجنوس. اكتبها بايديك. يعني فيشي دي مش معناها اللي جايه. ممكن تبقى ترايكومونس. بيقولوا ان الاثنين الترايكومونس واللي جايه بتتعرض لالكلاين بيديا بتطلع كلمه اسمها ايه؟ فيشي. شفتوها في الاسم. حلقات في الامتحان وهتشوفوها. فيشي ان اودر. يبقى مين فيشي ان اودر؟ لا ترايكومونس لا مين؟ لا بكتيريا الفوجانوس اللي هناخدها. فبعد اذنكم حاجه من الاثنين هقول لك تفرق ازاي. يبقى اكتب بايديك فيشي، يعني فيشي ده مش سبيسيفيك. اللي هيسمع حضرتك ممكن تقول لي المونيليا. لا ما تبصش ايه اللي مونيليا من اسمها تطلع كل حاجه. الافرازات بتبقى ايه كميتها؟ مونيليا
قليله يبقى ايه؟ ثيك صح. ايه اهم كريتيريا هنا؟ مش هنا هي إيه واحده ماركت اتش نوت ايه بقى؟ عكس لي دول اذا قدرت تجيبهم. ايوه في ثلاثه قلت ثلاثه يبقى تقول ما تقولش رقم نوت اوفنسيف صح؟ ما هي اوفنسيف ما تبصش عينيك بلاش تنزل تحت حاول نوت اوفنسيف صح؟ نوت فروثي اهم حاجه عشان مطيب تروح حته كده وترجع تروح للبلادر حلقان يبقى ايه هنا؟ نوت بيصير او مينيمال يورينري ايه؟ انفكشن. مش احنا قلنا يو تي اي هنا اكتر هنا؟ يو تي اي لونها ايه؟ المنيل الفرزات جبنه لا قول له اه وايتش وايتش اللي اسمها جبنه قريش اللي هي ايه؟ الدلعه اللي هي ما فيهاش سكر. تعالى بقى نشوف اكزامينيشن هفحص العيان ادي العيانه بتاعت الترايكومونس ادي العيانه بتاعت المونيليا عايزين نفرق بين الاثنين. جابها دي في كيس عشان تعرف ان دي ترايكومونس مش بكتيريا الفاجينوس. الفالفا بتبقى ايه؟ حد فاكر؟ اي فالفا فاجينالس بتبقى الفالفا ايه؟ ريد اديما اكسكوريشن ايه؟ ماركس. يبقى كتب الاسم هنا وكتب نوع الاكسكوريشن ماركس. يقول لك كلاسيك ساتلايت ليجن. وايه ساتلايت؟ قمر الصناعي. ايه بيبقى شكلها عامل ازاي؟ اهي كده لا بالشكل ده عامل يعني من كتر الهرش تلاقيه. افتكر الساتلايت ليجن هنا ولا هنا؟ في الاثنين. اي انفكشن بيعمل انهي نوع ساتلايت؟ كتبها هنا. هل دي سبيسيفيك؟ هي بس ذكرها في واحده. يعني الساتلايت ليجن ده موجود هنا وموجود هنا موجود في اي انفكشن عندنا. يعني هل ده سبيسيفيك الاجابه؟ لا. طيب الافرازات تشرح يعني ايه؟ هتقول لي هنا جرين شيلو اوفنسيف وفروثي وبروفيوس هنا جبنه قريش وسكانتي وثيك يبقى تشرح. نيجي بقى للحاجه السبيسيفيك. هتبص على عنق الرحم وتبص على الفاجينا هلاقي ريد هيموراجيك سبوتس. الشكل ده بقى سبيسيفيك. يعني زي انا بصيت على الفاجينا بتاع اي عيان ولقيتها منقطه كده وعندها فيشي اودر يبقى دي التراكومونس. اسمها ايه بقى؟ عامل زي الفراوله اسمها ستروبري سيرفكس. وهنا ستروبري ايه؟ فاجينا. كان زمان هوبل. يقول لك عنق الرحمة مينها تحمر فلي بيتن يعني برغوت قرص خلاص. امال الفاجينا اسمها ستروبري. فدلوقتي كتاب الاسم قال لك لا الاثنين ستروبري فراوله. يعني اي فاجينا الميسلز حد يعرف يعني ايه؟ حصبه اهي. يبقى انا قصدي كذا اسم المهم ان عندها ريد هيموراجيك ايه؟ سبوت. اذا جاب لي بقى في امتحان فيشي وريد هيموراجيك سبوت يبقى مين؟ ترايكومونز. قال لي فيشي فقط وهنشوفها بعد شويه يبقى بكتيريا الفاجينوز. لازم اشوف الليجن ده. يبقى الحاله اللي جابها في الامتحان واحده عندها ريد هيموراجيك سبوتس مع فيشي ان اودر كل الطلبه كتبت بكتيريا الفاجينوس. لا هتكتب مين؟ ترايكوموناس لان فيها انهي نوع من الفاجينا اسمها ستروبري. تعالى هنا بقى جبنه قريش اذا شفتها مره عمرك ما ايه؟ ما هتنساها. عرفتوا بقى ليه ما بينزلش منها غير قليل؟ وايت بليكس وايت بليكس ادهرنت تو فاجينا. حاول تشيلها امسك ملقط كده وحاول تشيلها هتبليد. عرفتوا بقى ليه بتهرش؟ عامله لها اريتيشن ما بتنزلش. عشش موجوده جوه في الفاجينا بتاعت العيان. يبقى ما تنساش ان هو ادهرنت تو فاجينا بليدز اون ايه؟ اون ريموفال. يعني انت اذا حاولت تشيلها تنزل كده. يبقى الفرق بين الاثنين دي ريد هيموراجيك سبوتس دي وايت ايه؟ بليدز. عايز افرق بين الاثنين في العياده مع ان الكلينيكال بيكتشر خلصت. في ناس عايزين يتاكدوا يعملوا ايه بقى؟ انفستيجيشنز. ايه بقى الانفستيجيشنز بتاعت المونيليا والترايكومونز والاثنين مع بعض؟ هعمل حاجه اسمها سمير مسحه. هاخد الافرازات منين؟ من الديستشارج. هنا كان لونه ايه؟ حد فاكر؟ جرين شيلو. هنا كان وايت. هجيب سلايد واحط نقطه ديستشارج
ونقطة ساين. طبعا كتاب الاسم كاتب بلس اللي عايز يكتبها 10% بوتاسيوم هيدروكسيد. حد يقول لي ليه ما ينفعش؟ ليه ما احطش 10% بوتاسيوم هيدروكسيد؟ لان التريكومونس هي اللي بتحب الهيدروكسيد. ممكن اكتبها هنا بس ما اكتبهاش هنا، نكتبها في الاثنين. يبقى ما تنساش هنا الصح ان انا احط ميه اسمها ويت فيلم، اسم الفيلم كده ويت فيلم. انت ليه حطيت ميه مع انك ممكن تحط صبغه تشوف الاورجانيزم ملون وبيتحرك؟ حد ينطق؟ يعني هنا ممكن اشوف التراكومونس الفلاجيليت كده، هنا ممكن اشوف المونيليا العواميد ولونها ملونه لونها ازرق. تفتكر ليه ما حطيتش ستين وحطيت نقطه سلاين فقط؟ هتعرف تجاوب السؤال ده؟ يعني بعمل ليه ويت فيلم الاول؟ ليه ما حطيتش ستين ونخلص؟ الموتيليتي بتتاثر بالستين، بتوقف بتقتل الاورجانيزم. وانا عايز افرق بين الاثنين. اذا لقيتها موتايل تبقى مين؟ تريكومونس. لقيتها ام موتايل تبقى مونيليا. يبقى ما تنساش هنا ان انا بحط ويت فيلم عشان اشوف دي موتايل ولا لا. وعلى فكره دي تخلص. يبقى اذا انا خدت عينه من الافرازات وحطيت عليها نقطه سلاين وبصيت لقيتها بتتحرك تبقى تريكومونس، لقيتها ثابته تبقى مونيليا. تعالى حط ستين بقى. طبعا الستين اللي مكتوبه في كتاب الاسم هنا اسمها ليشمان، وهنا يشرح الاورجانيزم. امال هنا ميثيلين بلو. اقول لكم بنعمل ايه في العياده؟ بنجيب حبر، عارفين حبر؟ انك. ادلق حبر على الافرازات، الاثنين يبقى لك زرق وخلصت. ولا تقول لي بقى ليش مال ولا ميثيلين بلو، يا حبر عادي، لو بتاع القلم الحبر. طلع ان ليش مال دي قالوا لك بيبين لك الاورجانيزم احلى. بنسبه كام في المية بيبان؟ 70%. برضه هنا ثبت رقم عشان تنسى. 70% هلاقي ايه؟ سودو هايفي. سؤال بقى، هل دي محتاجه كلتشر ولا لا؟ طلع ان الكلتشر سيلكتيف. احنا خدنا قبل كده زمان قوي في البكتيريا كان في حاجه اسمها اجار كده، اجارك الله اللي هو ايه؟ بلاد اجار وتشوكلت اجار، حاجات المقرفه دي. ها؟ طلع الاجار ده انريتشد ميديوم. يعني ايه انريتشد؟ يكبر كل الاورجانيزمز ده وده. لا انا عايز سيلكتيف. يعني ايه كلمه سيلكتيف بقى؟ بتعيش مين؟ الترايكومونس وتقتل بقيه الاورجانيزم، هو ده اسمه سيلكتيف. بتعيش المونيليا وتقتل بقيه الاورجانيزم. سؤال بقى، هل السيلكتيف كالتشر موجوده للترايكومونس؟ اكتب جنبها نوت افيلبل. طب اسمه بيقول كده نوت افيلبل، مش موجود. بس هنا افيلبل الحمد لله ما ادوكوش اسمها، كان اسمها صبرو نيكروسون ميديوم. انا مالي انا بالكلام ده؟ انا هنا الكالتشر بتاعت المونيليا بعملها ان ريكارنت او ريزيستنت كيسز. يعني جات لي عيانه جالها مونيليا واديتها علاج فشل، اديتها علاج تاني فشل، اروح اعمل ايه بقى؟ كالتشر. انهي نوع من الكالتشر قلنا؟ سيلكتيف، عشان اتاكد هي قلبي كنز ولا نون قلبي كنز. في الاخر البي اتش، مين بتحب الالكلاين؟ ترايكومونس. مين بتحب الاسيديك؟ المونيليا. هيقول لك هنجيب حاجه اسمها ورقه عباد الشمس، اكيد سمعتوا عنها زمان، اسمه نيتروزين بيبر. اللي عايز يعرف شكلها، عارفين السوليتيب؟ بروح ماسك ورقه كده اشدها، دي ورقه عباد الشمس، احطها في الافرازات. انا وانا بشيل اول ورقه طرف تاني ورقه بيظهر، عارف عامل زي الكلينكس كده، لما بتيجي تشد ورقه بتلاقي ايه؟ بلاش ده، عارفين المطار وانت داخل او اي جراج بتروح ضاغط كده يطلع ورقه، يطلع طرف مين؟ المهم ان دي يعتبر انا عامله حاجه عامله زي السوليتيب كده، تطلع ورقه اسمها نيتروزين بيبر وتحطها في الافرازات تشوف دي الكلاين ولا اسيدك. مين بيحب الاسيديتي دي؟ يبقى دي هتطلع كام؟ اقل من 4.5 بي اتش، ده اسيدك. امال دي من 5 ل 6، روح واحد طالع لي هو ده الكلاين؟ لا بس ايه؟ ليس اسيدك. يعني دي بتبقى اقل من 4.5 البي اتش دي كام؟ من 5 الى 6. هعيدهم تاني، هجيب نقطه افرازات واحط عليها سلاين واتفرج على ايه؟ على الموتيلتي. بتخلص، قال لك موتايل تبقى ترايكومونس، قال لك مش موتايل تبقى مونيلي. يا ريت تحط ستين بقى تشوف الاورجانيزم شرحه، اللي هو شرحه فلاجيليت واربعه ده سودو هايفي. بعد كده الكالتشر هنا نوت افيلبل، بس هنا موجوده اذا كانت ايه؟ ريزيستنت. البي اتش نيتروزين بيبر ده 4.5، ده من 5 الى ايه؟ 6. تعالى بقى العلاج من اول هنا بقى هيتسمع. اي علاج هيتاخد عشان حد يقوله لي؟ سي دي سي
عام 2010 كان اسمه منظم عامل كل الانفكشن بالسي دي سي، و2010 يعني حاجه فيري ريسنت. على فكره الكتاب اللي قبليه كان 2007، من 2010 لغايه دلوقتي ما غيروش الايه التريتمنت. حد يقول لي سي دي سي اختصار ايه؟ احنا سي دي سي اللي هو سنترز فور ديزيز كنترول. في امتحان يوم السبت الجاي ميديكال ديسوردرز، في امتحان السبت الجاي ميديكال ديسوردرز، يبقى عندنا سنترز فور ديزيز كنترول اللي هو ايه؟ اللي هي سنترز بره حطت ريجيم بروتوكول هتمشي عليه غصب عنك. تعال نشوف بقى هعالج الراجل والست. حد يقول لي ليه هعالج الراجل؟ انا قلت راح السمع. ليه هعالج الراجل والست؟ ايه اللي بس كل واحد هيحضر عمليه، يعني مش هينفع كله يدخل مراحل. اللي يشوف عايز يحضر، في ناس انترستد. دكتور انا عندي مشكله ان الحاله بتاعت السمع الرحم غالبا هتبقى طيب. ايه المشكله؟ يعني عشان بس لقينا عندنا حقنوك وهم ما تاخروش والكلام ده، والبعد عليهم محرين. ده انا عايز يغيب يغيب، انا بعمل الصبح والشمس، فانا عايز يغيب يتفرج على العمليه، بيجي واحد ونبدل كل اسبوع بنعمل عمليات هنقول لكم عليها. يعني في هيستريكتومي، في اوفاريان سيستكتومي، في بوليبكتومي، في مايلين ابلكيشن، في اربع عمليات الاسبوع ده، فكل واحد يختار الناس الانترست. في ناس كره الناس اصلا. تعالى بقى نشوف مع بعض سي دي سي 2010 قالوا ايه بقى. هعالج الراجل والست، تفتكر ليه؟ ليه اعالج الراجل والست؟ لان ده سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، يعني اذا عالجتها هي هو ممكن ايه يعني. طبعا جوزها بيرفض، يقول لك وانا اتعالج ليه؟ اقول له هيجي لك التهابات، يقول لي اخد. ها بنعيبه في العلم. هتشوف بقى العلاج ايه. بدي دواء اسمه مترو نيدازول. عارفين اسمه ايه؟ السوق؟ والله مش فلاجيل، مش فلاجيل. هو هتعرف اسمه اصل ده الدوز العاليه. الدوز العاليه دي عباره عن شريط فيه اربع طراز بيبلعهم مره واحده. اسمه في السوق هقول لك عليه دلوقتي، او تينيدازول هو ده الاسم الاصح. يبقى انا حدي مترو نيدازول او تينيدازول. اللي عايز اعرف اسمه في السوق بروتوزول. لما بيجي واحد ياكل اكله مش نظيفه في الشارع خلاص وعايز يرجع خلاص، بيروح واخد ده اربع تقراص مره واحده. ده على فكره بيقتل اي انيروبيك انفكشن. ده حلو قوي في الترايكومونز. طلع ان الدوز كام؟ القرص 500، يبقى الاربع تقراص كام؟ 500 مللي جرام، يبقى 2 جرام 4 تابلتس. عملها فايزر خلاص، يبقى 2 جرام 4 تابلتس سنجل دوز. طبعا في مشكله هتحصل دلوقتي، حد يعرفها؟ انا لما ادي الراجل اربع تراس يقول لي الحمد لله. ليه؟ ما هو مش عايز ياخد علاج، هو مش عايز يقعد اسبوعين ما عندوش حاجه، هو بس خايف ان تعدي. اقول له قلب ابلع الاربع تراس مره واحده. هي بقى ما اديها الاربع تراس هتقول لي ايه؟ ده انا اللي عندي الالتهابات. ها؟ هو ياخد اربعه وانا اربعه؟ هتلاقيها مره واحده جت قالت لك لسه الالتهابات ايه؟ مستمره. تفتكر اعمل ايه في الست دي؟ إذا الالتهابات استمرت مكتوب عندك ليه ريزيستنت كيسز، هروح مديها بقى فلاجيل بقى. هو ده مترو نيدازول، اسمه فلاجيل في السوق، 500 مللي جرام، قرص مرتين في اليوم لمدة 7 أيام. يعني تقول لك أيوه كده. ها؟ على فكرة الستات والله بتقتنع بكمية الأدوية. تيجي تقول لك ده أنا زميلة راحت لدكتور خدت أدوية قد كده. أنت مش عايز تكتب لي غير أربع تراس مرة واحدة؟ فروح لها بص حضرتك خد بالباع يعني، تلاقيها فائق. مترونيدازول 500 مللي جرام مرتين في اليوم لمده اسبوع. على فكره الروتين بديه من الاول، بس خلي الاسم كاتب حدي اربع تقراص. اذا ريزيستنت اعمل ايه؟ ادي مترونيدازول 500 مللي اللي هو فلاجيل بقى، قرص مرتين في اليوم لمده 7 ايام. ده مشكلته ايه الفلاجيل اللي خده؟ بيعمل حاجه مراره في البوق، بيتر تيست معروف. يعني انا بديها لها اقول لها بصي هتحس بمراره كده في الاكل عادي، هو اللي بيعملها. طب في الحمل بقى هل مترو نيدازول مسموح؟ يعني بعد حامل هل اديها ده؟ مكتوب في كتاب الاسم اوعى تديه في اول 3 اشهر. على فكره انا بديه في اول 3 اشهر وكل الناس بتديه عشان نضيف كتاب الاسم. على فكره احنا بنديه ومش تيراتوجينيك، هو بس بيخافوا اول 3 اشهر عشان الاورجانو ايه؟ جينيسيس بتاع البيبي. يبقى مكتوب عندك انه كونترا انديكيتد في اني ترايمستر؟ فيرست ترايمستر. خلينا ماشيين عليه.
يبقى بلاش ميتروميدازول اول طلب، والله بكتبه عادي خالص ولا بيحصل حاجه. يبقى اللي هيسمع بقى سي دي سي ريجيم من عام 2000 وايه، هعالج الزوج والزوجه ولازم اكون فاهمه. هدي اربع اقراص يتبلعوا مره واحده كام جرام؟ 2. يبقى القرص 500 عباره عن شريط في اربع اقراص جنب بعض يبلعهم مره واحده. في ناس بيقسمهم 2 الصبح و2 بالليل، اسمه تيميدازول، اسمه في السوق ايه؟ بروتوزول، كان زمان اسمه فاسيجان اختفى، اسمه بروتوزول. اذا العيانه ديت كانت ريزيستنت هروح اعمل ايه؟ هديها بقى بلبعجه فلاجيل 500 مللي جرام مرتين في اليوم لمده اسبوع. طيب نفترض ان هو العيانه ديت حصل لها حمل، اوعى تديه في انهي ترمستر؟ تعالى دي بقى دي فيها قصه منيريا سي دي سي عام 2000 وكام؟ انت من كتر ما هعيدها هتحفظها خلاص. السي دي سي 2010 قالوا هندي انترا فاجينال الاول، هندي اورال وده مهم اكتب جنبه مهم، وهديك ادويه زياده عن كتاب الاسم. حامل تفتكر اعمل ايه؟ طيب ريكارنت كيسز او ريزيست اللي هي 5% دي، طبعا دي اسئله بتيجي على حال. اول حاجه هديها البوس مهبلي اسمه انترا فاجينال، اسمائهم هما كلهم جروب اسمه اميدازول ديريفاتيفز. ايه بقى الاميدازول ديريفاتيفز؟ احفظ لك مثال. على فكره في كميه ادويه بنكتبها للعيانين، واذا كان الصيدليه ما فيهاش بدي البديل. يعني في دواء اسمه بيوتا كونازول، واحد اسمه كلو تريمازول، حتى اسمه كانستين، واحد اسمه تايكونازول، واحد اسمه مايكونازول، تيركونازول. انا هقعد احفظ كل ده؟ ها؟ على فكره اسماء بالعبط، الشطاره تحفظ الاورال بالدوز بكله. طلع ان دولت كلهم فاجينال بيسل، يعني لبوس مهبلي. ما حفظش ارقام كتيره هنسى، انا احفظ ارقام ده الاورال، هو ده اللي يهمني. طلع ان دولت كلهم جروب واحد اسمه زول زول زول، بيوتوكونازول، كلوتريمازول، احفظ اثنين او ثلاثه احسن معاهم. امال ده بقى اهم دوايين، واحده فيرجن، افتكر اورال امتى استخدمه؟ اذا كانت فيرجن، اذا انت اديتها الجوز تبقى مصيبه، يبقى فيرجن بتديها ايه؟ اورال. او الناس الانتولرانس تو ايه؟ تو فاجينا. على فكره انا عندي عيانه لسه جايه حامل، والله اللي عايزه تاخد لا جوز ولا حقن ولا قراص، انا مش عارف اديها لها ايه؟ وعم كل ما اقول لها طب تقول لي طب غير حقن، اقول لها اديك حقن، تقول لي لا بتوجعني. طب حضرتك حطي الجوز، ما بعرفش. طب اعمل لك سونار مهبلي، لا خرج عيانه ممله، وفي الاخر خدي قراص بطني هرجع، طب اعمل لها ايه دي؟ واحده مش عايزه فاجينا هديها ايه اكيد؟ قول او راجل، ولا ايه رايك؟ اكيد ها؟ يبقى راجل ممكن ادي قول. ليه بدي الراجل؟ على فكره هو مش سيكشوال ترانسميتد، بس في ساعات لما يبقى في الراجل عنده وهي عندها بيخلي الانفكشن ايه؟ بيرزيست. فممكن ادي ساعات للراجل وهنشوف بعد شويه. تعال بقى نشوف الاورال. اول دواء هتسمعوه بالاسماء فلو كونازول في السوق اسمه، ده مش مكتوب عندك، داي فلوكان. فايزر عامله كبسوله واحده صح؟ كام مللي جرام؟ 150 مللي جرام كبسوله واحده، علبه كده في كبسوله اورال، غاليه جدا. هي بكام دلوقتي؟ جنيه استرليني؟ 60 جنيه، كانت 30 جنيه من كام سنه؟ انا 60 جنيه خلاص، اللي هي ده فلوكان. العنب بقى اذا كانت جاهله وخدت الكبسوله دي هتعمل ايه؟ يعني تخيل واحده خدت دي وقالت لك كبسوله ب 60 ليه ذهب؟ تعمل لك ايه؟ ودي بقى اللي هتخلص اللي انت ما تعرفوش المود اوف اكشن، ان ديوريشن اوف اكشن تقعد 10 ايام. يعني خدتها النهارده تبروتكت العنب كام يوم؟ فانا بعمل حركه، اذا كانت العنب مليانه قوي بديها 2 من ده. بعد 10 ايام تاخد 2 انتهى اورال. في واحده تاخد كبسوله واحده بتقضي على كل حاجه، بس الجهل بقى تقول لك معقوله الكبسوله خدتها؟ طب النهارده راح خلاص، طب بكره هقول لها انها بتشتغل كام يوم؟ جهله بقى. عملوا لها دواء تاني مش مكتوب في كتاب الاسم بس شافوا، اسمه كيتو كونازول. ده تكتبه في الامتحان، كل الاساتذه عارفينه. اسمه في السوق ايه؟ كيتو كونازول. اسمه في السوق نيزورال. مخك ما يروحش بعيد. عارف ان زورال ده ايه؟ شامبو ضد القشر. بس لازم اكتب انه قراص عشان تجيب شامبو تبلعه وتبقى مشكله. ها؟ نيزورال. تروح السوق تقول انا عايز نيزورال، روح مديها ايه؟ علبه، روح جربوه ضد القشر خرافي. ها؟ نيزورال ده اقراص كام مللي جرام؟ 200.
كان زمان بحاجه و40 جنيه. ليه بقى؟ عباره عن علبه فيها اقراص كتيره جدا. فكانت العلبه بتاخد منهم 10 اقراص، طب بقيه الاقراص بترميها. فلو عملوا دلوقتي شريط اللي هو اسمه نيزورادا شريط فيه 10 اقراص عشان انا اجيبه بس، يبقى الشريط 10 اقراص هتاخد الدوس ازاي؟ 1 × 2 لمده 5 ايام، يبقى تاخد كام قرص؟ يعني مره الصبح ومره بالليل لمده 5 دايز يبقى تاخد 10. هم عملوا لهم شريط 10. طبعا الجهله اديها دي، المتعلمه اديها دي. الجهله اذا خدت ده هيجي لها هرش زياده السلك. ها على فكره الكيتوكونازول بيعمل هرش، يعني هتاخد معاك كريم غالبا. يبقى ما تنساش بقى فلوكونازول اسمه في السوق ايه هسموها؟ داي فلوكان. كم ملي جرام؟ 150 سنجل اورال كبسول، بيشتغل لمده 10 دايز. امال كيتوكونازول نيزورال كم ملي جرام؟ 200، بيتاخد مرتين في اليوم لمده كام يوم؟ 5. نيجي بقى للحامل، تاخد فاجينال ولا اورال؟ هتعرف؟ فاجينال ولا اورال؟ اورال لا. اورال الخوف يمشي في الدم، انا اديها ايه احلى؟ لوكال. يبقى اي واحده حامل اديها لبوس مهبلي، ما اديهاش اورال. نيجي بقى للريزيستنت كيسز، وانا سمعت. ريزيستنت كيسز. واحده المونيليا كل ما اعالجها ترجع، طب حد يقول لي اهم حاجه. اكسكلود رقم 1 كده دايبتس. طيب اذا كان في الحاله اللي قدامي بتاخد حبوب منع الحمل اعمل ايه؟ ستوب اورال كونتراسبتيف بيلز. يعني اذا كانت واحده ماشيه على حبوب منع الحمل وجات لي في حاله هقول له رقم 1 وقف حبوب منع الحمل. انا بتعمل تلبسي انهي نوع من الهدوم؟ لوز كوتون، يعني لازم تكون حاجات واسعه وكوتون اندر ويرز. طيب بلاش دي. نفترض ان العيانه عندها انفكشن ريزيستنت، ممكن اديها اورال وفاجينال. حد يعرف ليه؟ يعني من فوق ومن تحت. قال لك اصل ممكن يكون عندها انتستاينال مونيليز وهي دي اللي بتعمل ايه؟ فاجينال. يعني هعمل اورال اند لوكال كومباين. طيب اعالج جوزها اذا لقيت الموضوع زاد قوي. تريت ميل بارتنر. خلاص؟ اخر حاجه بقى نون ايه؟ قلب كانسر. انا هحكي لكم قصه حصلت معايا عشان تعرفوا ان هو القلب كانسر. كان في عيانه كان جات لي في مستشفى اسمها قلب محمود، هي اتقفلت على فكره. انا معدي لقيتها المستشفى بقت خرابه اللي في اول مصر قديمه، لسه معدي من كام يوم لقيتها فضيت ما اعرفش ايه اللي حصل. طلع ان العيانه ديت كانت جايه لي عندها مونيليا وحملت مره قبل كده وولدت. تاني مره عايزه تحمل مش عارف من كتر الانفكشن. اديتها كميه علاجات مفيش فايده. واديتها مايكوبان وجانوتروسيد اللي هي الانواع اللي ايه؟ انترا ايه؟ ان الانفكشن يروح. في الاخر واخد منها مسحه بقطنه وديتها معمل برج. لقيت حد بيتصل بيا من هناك بيقول لي على فكره دي اورجانيزم جديد مش قلبي كانز، اسمه نان ايه؟ على فكره الموضوع ده جديد. نان قلبي كانز دي ما بتحبش الحمض، يعني دايما المونيليا بتحب ايه؟ اسيدتي. دي بقى بتكره حاجه اسمها اسيدتي. قلت له يعني اعمل ايه؟ قال لي تجيب نقطه خل وتحط على لتر ميه دافيه وتتشطب بيه العيان. قلت له انا اقول للعيان نقطه خل؟ قال لي اقول لها. انا قلت انا البرج بيبلغك ها ان حضرتك تاخدي نقطه خل على لتر ميه دافيه وتشطفي. الحل هو الخل. فظيع. العيانه استخدمته من هنا انك تلاقي كانديدا. العشش كلها اتدمرت ومن ساعتها الخل غلي زي ما انتوا خدتوا بالكم. على فكره احنا بنستخدمه في عياداتنا دلوقتي روتين. اي واحده فيرجن حتى تجي لك عندها مونيليا تقول لها ايه؟ نقطه خل. تقول لك هتحرق. اقول لك نقطه خل على لتر ميه دافيه يعني دايليوتد وتتشطفي الاورجانيزم بيختفي تماما. يبقى الحل هو يبقى ما تنساش بقى النون البيكنز. اهو انا هسمع سي دي سي ترايكوموناس سي دي سي مونيليا سي دي سي. ممكن تقول لي بقى السي دي سي بتاع الترايكوموناس اللي هو 2010 هعالج الراجل والسته دي ومين؟ او تيني دازول جرعة صح مرة واحدة سنجل دوز. طيب اف ريزيستنت ممتاز لمدة اسبوع خلاص. طيب حامل بس مش حد ميترونازول في اي ترايمستر في الفيرست ترايمستر حضرتك ترايكومونس
trichomonas. انا بقول trichomonas. اللي هو قال ها؟ طيب ممكن تقولي منيليا؟ ممكن ادي انترا فاجينال، اديني مثال واحد. بس قولي لي بقى الاورال بقى تفاصيلها. ايوه. تعرف تقولي اسمه في السوق؟ بس عرفتي اسمه دايفلو كام؟ خلاص؟ كام مللي؟ 150. بيتاخد هو قرص، هو سنجل كبسولة مش قرص، سنجل كبسولة. طيب ممكن تقولي لي الدواء الثاني اللي عايزها تبلع؟ كيتو كونازول. ده بيبقى مرتين في اليوم لمدة 5 أيام. كام مللي جرام؟ 200 مللي جرام. نيجي بقى لواحدة حامل. ممتاز. تقدر تقولي بقى زي ما قلت لي دي ريكرنت كيسز ازاي عليها؟ كل شويه يجي لها منيليا، كل شويه يجي لها منيليا. من قلبي كنز. انت قلتي ايه اول واحده؟ لوز كلوزز وي وكوتو. ها الثانيه؟ ما سمعتش اول واحده. في حاجه مهمه يعني. اهم حاجه واحده جات لي عندها ريكارنت مونيز، افكر في ايه؟ مصيبه. بس دي اهم حاجه. وبعد كده بقى الجي بي جي بي ستوب اورال كونتراسيت اذا كان بتاخد وي اورال اند لوك. نيجي بقى على بكتيريال فاجينوس. احنا كده هم الثلاثه اورجانيزم، احنا خدنا مونيليا، خدنا ترايكومونس، ناقص لي بقى بكتيريال فاجينوزس تحريري برضو او اسمها جاردنريلا فاجينايتس او اسمها نون سبيسيفيك فاجينايتس. يعني ايه كلمه فاجينوزس؟ يعني ليه ما قالوش فاجينايتس؟ طلع ان الاورجانيزم مش واحد، ده مالتي مايكروبيال، عشان كده في كذا اورجانيزم، بس اهمهم واحد اسمه ايه؟ جاردنريلا. اسئله بقى جت ام سي كيو بالهبل في الحته دي. وات از ذا كومنست بكتيريال فاجينال انفكشن؟ اختار ايه؟ هي دي. مش احنا قلنا الكومنست مين اول حصه امبارح؟ بكتيريا سكند كومن ونيلي الثيرد ترايكومون. يبقى دي ما يجي لك سؤال ايه الكومنست بكتيريا فاجينال انفكشن؟ طيب حاجه ثانيه، ده الكومنست كوز اوف مال اودرس. هتشوف دلوقتي عامله زي ايه؟ زي ايه؟ السمك فيشي ان اودر، دي اخر حاجه في المنهج. مال اودرس نون اريتنت، يعني ما فيهاش هرش. فاجينال ديسشارج. يبقى ده سؤال ثاني، الكومنست اورجانيزم اللي يعمل مال اودرس ريحه مقرفه وفي نفس الوقت ما فيش هرش نون اريتنت، هتقول له مين؟ بكتيريا الفاجينوس. اخر حاجه بلاقيها في 50% في الستات اللي بتحضر سيكشوال ترانسميتد ديزيز كلينيك. في بره كده عيادات اسمها سيكشوال ترانسميتد ديزيز، يعني واحده رايحه بتقول لك انا عايز اطمن احسن يكون عندي، بكتشف كام في الميه بكتيريا الفاجينوس فيهم؟ 50. الثلاث دول جم ام سي كيو على فكره، يعني البكتيريا الفاجينوس اتهالت ام سي كيوهات. يعني اول حاجه ده الكومنست بكتيريا الفاجينال انفكشن، ثاني حاجه ده الكومن كوز اوف مال اودرس نون اريتنت فاجينال تشارج. تالت حاجه بكتشفها في 50% من الستات اللي جايه سيكشوال ترانس، معناها نون سيكشوال. تعالى بقى نشوف الاورجانيزم اسمه ايه؟ جاردنريلا فاجينالس. احنا قلنا ده واحد ولا في اكتر؟ في بقى شويه حاجات ثانيه، في مايكو بلازما هومينز، اسماء بس، في بكتيرويدز، بس اهم واحد مين؟ بكتيريال فاجينالز. البكتيريال فاجينالز دي عباره عن جرام نيجاتيف، يبقى لونها ايه؟ احمر. هتلاقي في كتاب الاسم مكتوبه مرتين، مره جرام بوزيتيف في الاول، مره جرام نيجاتيف، ده الصح خلاص؟ عشان ما تروحش تتجنن. هتلاقي في الاول خالص كام اورجانيزم على بعض كده، يقول لك جرام بوزيتيف اورجانيزم، وكاتب لك دي. بعد شويه يقول لك دي جرام نيجاتيف، فانت تعمل ايه بقى؟ تنتح. جرام نيجاتيف، كوكو باسيلاي. يعني ايه كوكو باسيلاي؟ يا لا محصله كوكاي ولا محصله بس اللاين. وديت نون موتايل، امال مين اللي كانت موتايل؟ ترايكومونس. لغايه دلوقتي الاورجانيزم الوحيد الموتايل اللي خدناه ترايكومونس. طلع ان دي كومنسل، عامله زي مين؟ كومنسل. عامله زي المونيليا، تتحول الى باثوجينيك انتر. اذا العينه تحول عندها انيروبيك ميديا. ايه بقى الحالات في حياه الفيميل
اللي ممكن الكومنسر تتحول الى باثوجينيك في الانيروبيك باد هايجين. في ناس ما بتشطفوش تستاهل جدا خلاص. يعني ما تنساش هنا باد هايجين بيحولها من كومنسر. تفتكر علاجها ايه؟ لا مش شطه. علاجها اضيع الانيروبيك ميديم، ادي مترويندازول بس. انا لما ادي مترويندازول هرجعها لاصلها اللي هي ايه؟ والله تتشطب بعد كده. يعني ما تنساش هنا ان ده جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي نان موتايل تعشق الانيروبيك ميديم، هي عايشه في كل الستات. انت تقلب باثوجينيك في الانيروبيك، وقلت لك سببها باد ايه؟ هايجين. هل دي سيكشوال ولا نان سيكشوال؟ طب لسه كاتب مرتين، مره سيكشوال ومره على فكره هي نون سيكشوال. ليه؟ لانها ايه؟ يبقى في اثنين نون سيكشوال خدناهم النهارده، مونيليا ومين؟ وجاردن ريلي. طلع ان دي نون سيكشوال، دي ممكن تيجي في واحده فيرجن. تعالى بقى نشوف السيمتومز بتاعتها ايه؟ الافرازات بقى بتبقى جريش على فكره، ده مش سبيسيفيك. بروفيوز برضه مش سبيسيفيك. اهم كرايتيريا فيها ايه؟ ايشي اودر. اما تتعرض لحاجتين، افتر انتر كورس او افتر منسز. انا كده عرفت العلاقه. ايه العلاقه بالانتر كورس والمنسز؟ الكلاين السيمن الكلاين والمنسز الكلاين. يعني لما تتعرض للكلاين انت بتطلع ايه؟ اكتشفنا بقى السبب ايه. كتاب لسه كاتب ان بي كده في الاخر، ان الفيشي اودر دي موضوعين، لا ترايكوموناس لا بكتيريا فاجينال. طلع ان بيطلع في امينو اسيدز موجوده اول ما تتعرض للالكلاين ميديا بتطلع حاجه اسمها فولاتايل امينز. عارفين اللي هو البيض الفاسد، بيطلع فولاتايل امينز تديك الفيشي اودر. ثلاث مواضيع فيشي، حد يعرفه؟ ثلاث مواضيع فيشي في المنهج. ريد ديجنريشن في الفايبرويد، اكيوت بايلو نيفرايتس كالبول ريحته ايه فيش. اخر موضوع اهو اللي هي بكتيريا وترايكوموناس، عشان جاي في الامتحان حتى مكتوب ان بي في كتاب الاس. ان بي مهم قوي، ان الترايكوموناس اسوشيتد ويز انيروبيك ميديا بي اتش ايه الكلاين زي دي بالظبط، وبتطلع انهي اودر برضو. يبقى ما تنساش بقى موضوع ان اكدت لك اهو ترايكوموناس وبكتيريا فاجينوس بيطلعوا ايه الاثنين فيشي. الفرق بقى قال لك ريد سبوتس، يبقى ايه ترايكومونس؟ فهمت قصدي؟ ما جابش ريد سبوتس خالص، وقال لك ان العانه ديت ما عندهاش هرش وي 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 اللي هنشوفهم دلوقتي، يبقى مين؟ بكتيريا الفاجينوز. تعال نفحص، هلاقي ثين هوموجينز ديسشارج ادهيرنت تو فاجينا. مش في حاجه هنا تشككك كلمه ايه؟ ما ادهيرنت دي بتخليها ايه؟ يقول لك لا نون ايريتد، يعني غريبه معناها لازقه، ممكن عشان ثين بقى الله اعلم. فبيقول لك ثين هوموجينس ديتشارج ادهيرنت وبرده مفيش هرش. تعالى بقى الانفستيجيشنز اسمها امسلز كرايتيريا ثلاثي. ايه بقى الثلاثي اللي اعمله؟ اكتشف ان العانه ديت عندها بكتيريا فاجينوز. اول حاجه باخد مسحه اسمها سمير، هلاقي خلايا اسمها كلو سيلز. حد يقول لي يعني ايه كلمه كلو بالانجليزي؟ مفتاح. يعني دي مفتاح الدايجنوز. اذا قال لك ايه الحاجه السبيسيفيك في حالات البكتيريا فاجينوز تقول له دي كلوسز. شكلها عامل ازاي؟ عباره عن خلايا بتاعت الفاجينا، لما خدت مسحه في الفاجينا عليها الاورجانيزم ادهرنت كده، يعني بتبقى ادهرنت تو فاجينا، فبتخلي لك الممبرين بتاعه عامل ازاي؟ ايه ده؟ مشرشر بيسموه ايه؟ سريتد ممبرين. انا ما الاقي الشكل ده عشان الاورجانيزم ادهرنت، دي اسمها كلوسلز. ما تلاقيش الشكل ده غير فين؟ في الجاردنريلا. يبقى ما يسالك ايه اهم انفستيجيشن تحلف؟ كلوسلز عباره عن فاجينال سيلز والسريت الممبرين. سبب السريشن ايه؟ وجود الاورجانيزم ادرن. دي بيقول لك بوزيتيف بريدكتيف فاليو. سيبك من البريدكتيف دي، يعني سبيسيفيك بنسبه كام في الميه؟ 95%. يعني انت قصدك تقول دي اهم انفستيجيشن. بي اتش عامله زي مين؟ ترايكومونس. مش هنقول الاثنين واحد؟ طلع ان البي اتش بتاعتها اكتر من 4.5. احنا قلنا من شويه ترايكومونس كم كام كام؟ 5 إلى 6. طب لسه كاتب الى 7، يعني مش فارقه، المهم ان هي ازيد من كام؟ 4.5. تعالى بقى التيست اسمه ويف تيست. في صوره في سيدهايا اللي هم بيديها لكم دي، هتلاقي صوره واحده ماسكه قطه بتعمل ايه؟ دي جابوها مره، يعني هي اف يبقى دي،
ها وهي كان وهو مره في امتحان جايبين واحده كده ماسكه ولاد صبالته ماسكه قطه بتعمل طلع ان دي عملت ايه؟ خدت افرازات وحطت عليها هاي 10% بوتاسيوم هيدروكسيد. حد يقول لي ليه بيطلع في الشيء؟ احنا قلنا فولاتايل امينز خلاص. وعلى فكره بقى الفولاتايل امينز مش هنا بس ده في التراكمونز خلاص. يعني قصدي اقول نفس السبب هنا هو هنا. طب اسم الان بي دي اللي ضايع بيها الحاله ان بي جت مكتوبه كتاب الاسم الاثنين بيعملوا فيش. راح هو دكتور جمال عبد السلام راح جايب حاله بتاع كيس فايل وكتب فيها كده فيشي ان اوردر كل اللي شم بقى قال مين بكتيريا الفاشينوس عشان التست ده مع ان كتاب الاسم كاتبها هنا بس بس في ان بي ضايع كده في النص يقول لك لا الاثنين بيعملوا انهي نوع فيشي ان اوردر. الفرق انه زود كلمه ستروبري سيرفكس يبقى مين خلاص تراكمونز. يبقى نقلب عندي واحل تراكمونز يبقى الانسنس كرايتيريا سمير بي اتش ويف تيست قطنا واف. ها تعالى بقى نشوف سي دي سي كان 2010 سي دي سي 2010 قالوا العلاج ايه؟ انا عارف العلاج حدي حاجه انترا فاجينال حدي حاجه كريم او ايه لوكال لوكال كريم. تعالى نشوف كده سوري اورال الاول وهنا لوكال. اورال زي ايه؟ لسه قايلين ومترو ايه؟ طالما هعالج الست بس مش لازم بقى الاربع طراز قد كام؟ اللي هو اللي قالهم 500 مللي جرام توايس ديلي لمده اسبوع. يبقى ده الدواء ليه؟ لان ارجعها لاصلها لان هضيع اني ميديم اني روك. امال اللوكال بقى هدي حاجه من اثنين لإما مترونيدازول لإما كليندامايسين. حد سمع الاسم ده؟ اللي عندهم سنان مسوسة وراح لدكتور أسنان بيديلهم حاجة اسمها دالاسين دالاسين سي خلاص هو ده اللي هو كليندامايسين ده ده الأنيروب. الاثنين دول أنيروبس مين فيهم كريم عشان ما ننساش الامتحان عشان كده الاسم إيه؟ سي يبقى إيه؟ كريم. مترونيدازول في منه جل يبقى العيانة هتاخد حاجة من الاثنين لا اما مترونيدازول جل لا اما كليندامايسين كريم. طبعا كريس ادت ده خمس ايام وده سبعه هتفرق؟ كله سبع ايام وخلاص انا في اخر سنه هنسى الكلام ده. يبقى طلع هنا ان المترونيدازول تقعد سبع ايام تحطه او كليندامايسين كريم تحطه. تبلي جنب كليندامايسين كريم في مشكله يقول لك اويل بيست كريم بتاعه يعني في زيت فبيعمل ايه بقى؟ بيقلل الافكتفنس لحاجتين للكوندوم اللي هو واقي الذكري والدافراج هناخده بتاع الست بس ده ما بيستخدمش. الاثنين ده بيقلوا 5 دايز افتر يوزج. يعني اذا انت حطيت الكليندامايسين خمس ايام استخدم كوندوم ممكن يحصل حمل خلاص لانه بينهبت الايه سبرميسايد اللي موجود فين؟ في الكوندوم وبرده الدافراج بيتحط عليه سبرميسايدز. فطلع ان دي ان بي مهمه ان اذا استخدمت الكليندامايسين اقول لها نو انتر كورس لمده كام يوم بعد وقوفه؟ خمسه. يبقى هو بيشتغل لمده خمس ايام افتر يوزج. يبقى دي تكتبها بقى. نيجي بقى نفترض حامل انتوا تقولوا لي اذا اديتها اورال مترونيدازول يتاخد في كل الترايمسترز ما عدا يبقى المترونيدازول اكسبت فارس ترايمستر. طب اذا خدت كريم اسمه كليندامايسين all through pregnancy يستخدم مفيش مشاكل. يعني اذا كانت عايزه كريم تستخدمه طول الحمل اذا كانت اورال يبقى مفيش غير اني ترايمستر سكند او ثيرد. في الاخر بقى في ايه مشاكل او كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من بكتيريا الفاجينوس اللي مكتوبه كتاب اسمه مهمه حاجتين ولاده حاجتين نساء حاجتين ولاده حاجتين نساء واقول لكم تقولوا لي ليه. تفتكر اول حاجه ليه جيلها ابورش ليه يحصل ابورش ممكن تقول ده معاها بري تيرم ليبر. فاكر ذا كومنست كوز اوف بري تيرم ليبر از كان بري ماتشور رابشر اوف ممبرين عشان اسندنج ايه انفكشن. اما يبقى واحده عندها انفكشن بياكل في الممبرين فبيطلع ماده اسمها بروستر فلا اما تسقطها لا اما تولدها قبل ما عشان كده بيجي في انهي ترايمستر سكند ترايمستريك ابورش. يبقى ما تنساش هنا لا اما تسقط في السكند ترايمستر لا اما تقول انا معدها ليه علشان البروستاجلاندز اللي هتطلع. امال اتنين نساء هيدخل على الاندوميتريم يعمل اندو ميترايتس يدخل على الانبوبه يعمل
PID. ايه PID؟ Pelvic Inflammatory Disease. Complications دي جت MCQ مرة. هم أربعة complications مفيش خامس. اتنين ولادة، اتنين نسا. لا أبورش مكتوبين عنه. لا Preterm Labor عشان Prostaglandins. لا إما أسند طلع للإندوميتريوم لا إما طلع للتيوب اسمها PID. اللي هيسمع؟ كنا قلنا حد ميترونيدازول أورال اللي هو الدوز اللي قالها اللي هو الفلاجيل. أما إذا كان لوكال حد جل ميترونيدازول حد كريم كريم دمسك. بس إذا استخدمت الكريم خد بالك إن العانة دي تدمنها على الإنتر كورس لمدة كام يوم إذا كانت هتستخدم لوكال؟ خمسة، لأنه بيقلل إفكتفنس بتاعت الكوندوم والدايفرام. جينا على الحامل هتاخد أورال تاخده في كل ترايمسترز معانا. أما إذا كانت هتاخد كريم تاخده في أي وقت. وما تنساش أربعة complications ده اسمه CDC عام 2010 كتاب منظم كتاب منظم. تقدر تقولي لي بقى CDC 2010 لمدة تمام جل أو كريم. طيب حامل تمام. نيجي بقى على انا خلصت حاجه اسمها فالفو فاجينالز. انا ناقص لي بقى سيرفيسايتس. سيرفيسايتس تحريري. فاكر الانفكشن بيجي اسئله تحريري كتير فيها. يعني ايه كلمه سيرفيسايتس؟ سؤال صعب. حد يعرف انفلاميشن اوف؟ غلط. خلاص على فكره فالفا اقول لك افال فايتس فاجينا فاجينا سيرفكس مش سيرفسايتس. امال ايه طلع انفلاميشن لاني حته من عنق الرحم. ما خدنا عنق الرحم بيتكون من جزئين، جزء خارجي اسمه اكتو سيرفس، جزء داخلي اسمه ايه؟ الاكتو لايند باني نوع من الابيثيليوم؟ ستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم. امال الاندو كولامنا. مين اللي عرضه للانفكشن اكتر؟ كولامنا. يبقى ما يجي يقول لك سيرفيسايتس سولو انفلاميشن اللي بيحدد اندو سيرفيس. على فكره كل المشكله جوه مش بره. شايف في ناس بيجيبوا مسدس كده بكرهه حتى كان الاسم الحمد لله لغاه كي تدخل تكوي تروح كاوي مين؟ اكتو. مع ان المشكله فين؟ اندو. يبقى مساله بقى سيرفيسايتس يعني ايه؟ انفلاميشن اوف اندو سيرفيس. حدد اكتو صعب عشان ربنا عامله لايننج بحاجه اسمها ستراتيفايد سكويماس ايه؟ اي بي سي. طلع ان السيرفيسايتس اكيوت مش مهم خالص. على فكره هو الكرونيك الانتي بايوتكس اكيوت عمرك ما بتشوفه، دايما بيقلب ايه؟ كرونيك. فده سؤال في الامتحان، ليه دايما السيرفيسايتس كرونيك؟ يعني بيجي لك سؤال يقول لك جيفن اكاونت اون كرونيك سيرفيسايتس. اكيوت بياخد يوم يومين ويروح قلب كرونيك. ليه دايما بيقلب كرونيك؟ ثلاث اسباب. هاخد عينه من هنا واشوفها تحت الميكروسكوب. ايه ده؟ طلع ان الاندو سيرفايكال جلاند عامله زي ما انا رسمها كده. اسمها ايه بقى الشكل الغريب ده؟ اسمه راسي موز نيتشر. اسم ده اول مره نسمعه. ثلاث اماكن في الفيميل فيها النيتشر دي اللي هي برانش اند ري برانش. حد عايز يفهم على الرسمه دي؟ اهي ادي دكت، والدكت هتتفرع وتتفرع وتتفرع لغايه ما يبقى فيه بق ايه؟ جلاند. شاف الشكل جواه؟ يبقى انت عندك الراسي موز نيتشر. ليه دايما الراسي موز تخلي الانفكشن كرونيك؟ طب ايه الثلاث اماكن اللي في المنهج فيها راسي موز؟ نكتبهم ثلاث اماكن اناتومي. ثلاث اماكن في المنهج فيها راسي موز نيتشر. واحد سيرفكس اندو سيرفكس اللي هي سيرفايكال جلاند. اثنين سالبنجايتس اللي هي مين؟ تيوبس. ثلاثه جلاند هناخدها قريب اسمها بارتلين جلاند بتيجي تحريم الموجوده في الفالفا. عندي ثلاث اماكن في الفيميل فيها راسيموز. يعني ان شاء الله معظم الانفكشن فيها ايه؟ كرونيك اللي هي مين بقى؟ سيرفكس تيوبس بارتلين جلاند. بارتلين جلاند موجوده في الفالفا مدفونه جوه. دي دايما بتبقى كرونيك مش اكيوت. تعالى بقى ليه الراسيموز ده الانفكشن بيفضل كرونيك؟ تعالى نركز كده. هنا في انفكشن فين؟ في جلاند. اذا انا حطيت كريم هنا هل هيوصل؟ يعني افترض اديت العيال دي كريم، هل الكريم ده هيوصل للاورجانيزم جوه؟ صعب جدا. يعني انت قصدك تقول الراسي موز خلت اللوكال تريتمنت ما يوصلش، يبقى دي اول حاجه خليته كرونيك. الحاجه الثانيه، طب ما تدي انتي بايوتيك اورال طلع ان البلاد فيسلز حوالين الجلاند حصلها ايه؟ فايبروزس.
يعني كمان سيستميك انتي بيوتيك فشل. يبقى رقم اثنين اهو اللي هي فايبروزز اوف بلاد فيسلز. غير كده بقى حد يقول لي الاندوميتريوم ليه ما بيحصلش فيه كرونيك انفكشن؟ اندوميتريوم دايما اكيوت عشان فيه كل شهر ايه؟ دوره شيدنج. هل السيرفايكال ميكوزا بتقع كل شهر؟ يبقى ده السبب الثالث ان السيرفايكال ميكوزا دازنت شيد فهيبقى دايما ايه؟ كرونيك. يبقى هما ثلاث اسباب شفوي. يبقى سيرفايكال ميكوزا دازنت شيد. تفتكر ايه العلاج بتاع العينه دي قبل ما اكمل؟ هل اديها لوكال انتي بايوتيك؟ مش هيوصل. هل اديها اورال؟ لا على فكره مكتب لسه كاتب اورال. السي دي سي عام 2010 قالوا ان انت هتديها اورال وهيوصل ان شاء الله، واذا كانت ريزيستنت اديها كمان، واذا كانت ريزيستنت اديها. اتلغى الكوتالي، هو كاتب كده. يعني الكي ده انتهى، مع ان والله احنا بنستخدمه، بس بدل ما استخدمه بره استخدمه فين؟ جوه، افتح ده على الشارع. بس كتاب الاسم كاتب اوف ليميتد يوز. يبقى ما يسالك بقى العلاج انا حد ايه؟ هعتمد ان مش كل البلاد فيسلز حصل لها فايبروز عشان نقنع نفسنا. ها حد كميه مضادات حيويه العين دي خلاص انتهى ان انا اعمل لها كتلي. كي ده انتهى مكتوب كده باسمي اوف، وما شرحوش كمان اوف ليميتد يوز. خلاص ما بيستخدمش. يبقى طلعت نزلت البيست لاين اوف تريتمنت العين دي ده زي ها سيستميك انتي بايوتيك اللي هنشوفه دلوقتي. نيجي بقى على السيرفيسايتس باثولوجي هخلصه. حد هيقول لي تسع انواع، شو انا هعيدهم، هي دي مفتاح الموضوع. وانس خلصته فكتاب اسم مكتوب سبعه، طب هناخد تسعه عشان في ناس في الشفوي يقول لك في نوعين ناقصين. خلاص ملوش دعوه بكتاب الاسم. كرونيك سيرفيسايتس كام نوع؟ تسعه. حد يقول لي المشكله في الاندو ولا في الاكتو؟ في الاندو. ركزوا بقى على اول صوره كانت بتيجي زمان اللي انا نايمه كده على ظهرها وده عنق الرحم الاكسترنال اوس. المشكله احنا قلنا اندو ولا اكتو؟ قلنا ايه؟ اندو. طلع ان الصديد بيبتدي يخرج من جوه كده وهي نايمه على ظهرها. انا لما اجي احط منظار واجي اتفرج في العينه دي هلاقي الصديد خارج، فاقول ايه بقى؟ ده اول نوع اسمه كرونيك اندو سيرفيسايتس. يبقى لما يجيب لي صوره فيها صديد خارج من عنق الرحم اقول العينه دي البدايه اسمها كرونيك اندو ايه؟ سيرفيسايتس. الموضوع هيزيد، عارف ليه؟ طلع ان الاكتو سيرفكس لونه بينك، ودي اول مره اقولها. اندو سيرفكس لونه ريد، حد يعرف ليه؟ الاندو احمر الاكتو بينك، ليه؟ يعني من بره هنا بينك، جوه احمر دم. الريكتم ليه احمر؟ اذا اتفتح الريكتم في اي عمليه ليه احمر؟ ايه ده؟ حمار كانه هينزل. طلع ان الاندو لاين ده بأني نوع من الابيثيليوم؟ كولامنر. يعني كام لير؟ هي لير واحده. البلاد فيسز قريبه من عيني فبالي بيقولوا ايه؟ احمر. امال ده لاين ده بأني نوع من الابيثيليوم؟ ستراتيفايد. فانا باصص على البلاد فيسز بعيده فبالي باللون البينك. يبقى ما يسالك ليه ده بينك؟ هتقول له ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم فبيبعد البلاد فيسز. امال ليه ده احمر؟ كولامنر ابيثيليوم سنجل لير. ليه الريكتم احمر بقى؟ انت عارف ترد؟ كولام على فكره الريكتم حين ما تيجي تقطع في عمليه تيجي تبص عليه تلاقيه دم كله احمر. ليه؟ عشان لاين تبقى انهي نوع؟ كولام. تعالى بقى نشوف اللي هيحصل. حد يقول لي الصديد ده هيسيب الابيثيليوم في حاله؟ هيحصل ايه في الرسمه؟ هيحصل كلمه اسمها ماسيريشن. يعني ايه ماسيريشن؟ تسلخات. الجزء ده هيقع. نفترض نايم على ظهرها، انا بدي مثال يعني ممكن على جنبها، في ناس بيناموا على جنبهم فيقعوا على الحته دي. المهم ان الجزء ده وقع. وانس وقع الجزء ده هيبقى لونه ايه؟ بينك. افتكر بقى الحته اللي وقعت دي هتفضل كده ولا هيحصل هيلينج؟ لوجيك. الكولامنر يطلع من جوه يغطيه ولا الستراتيفايد يغطيه؟ هقول لك ليه بقى. ابني بيت دور واحد اسرع ولا مالتي لاير اسرع؟ لا دور واحد. فتلاقي مين يطلع من جوه بقى؟ الكولامنر يغطي الحته دي يبقى لونها ايه؟ صعبه دي قدامكم اهي لونها احمر. انا كدكتور شفت حته حمراء في حته بينك حول ايه؟ وانا بفحص عيان حول قرحه في جراحه، يعني هقول دي اسمها سيرفايكال ايروجن. يبقى رقم اثنين تاني نوع اسمه ايه؟ كرونيك سيرفيسايتس ويز ايروجن. خدته في الجراحه ايروجن لايند ويز ابيثيليوم ولا ما فيهوش ابيثيليوم؟ يعني الاسم ده غلط ولا صح؟ ده غلط على فكره. الاسم الاشيك بقى سيرفايكال اكتوبي. حد يعرف يعني ايه اكتوبي؟
يعني المثيل في حته مش حتته، كان حقه يبقى جوه، ايه اللي طلعه بره؟ فهمت قصدي؟ فده النوع الثاني اللي هو لما الاقي قرحه ما اقولش عليها ايروجن، الاسم ده غلط، اقول عليها ايه؟ اكتبي بعناية شفافه حمراء، بس هي حقيقتها فيها انهي نوع من الابيثيليوم؟ طب اسم بيقول المرحله دي اسمها برايمري هيلينج فيز. طب طالما قال لك في برايمري يبقى اكيد في ايه؟ يبقى اللي هيسمع الانواع، انت مالكش علاقه بالقصه، انا بفهمك بس. حد يقول لي اول نوع اسمه كرونيك اندو سيرفيسز، اقول لك صديد خارج منين؟ من الاكسينالوس. اما اقول لك حته لونها احمر تقول لي ايه؟ ايروجن او الاسم الاجدد. اكتب تعالى نشوف المصيبه اللي بعدها. حصل ريبيتد هيلينج تاني، في حاجه اسمها سكندري هيلينج. الحته ديت كانت كولومنا، الاسترتيفاي تيجي تحتيها بالهبل. كتب الاسم يعني الكولومنا الموجود يروح الاسترتيفاي طالع من تحتيها كده، يعمل ايه في الضغط؟ اللي هي كانت شكلها عامل كده. اهي ادي الضغط. فاكرها اللي هي راسيموس، فاكرها جلاند. يروح قافل مين؟ الضغط. حد يقول لي يحصل ايه في الجلاند؟ انا مقفل الضغط، الجلاند دي هتملى ايه؟ ميوسين. الجلاند دي شبه وهي بتعمل كده هتروح عامله لي حاجه تحت كده. ايه ده؟ اليفيشن. انا وانا باصص هلاقي ايه ده؟ كياس كياس كياس. لونها ايه بقى؟ يعني ادي عنق الرحم اهو قدامي، واحنا قفلنا الضغط، فالجلاند ابتدت تعمل ايه؟ سيست، اسمها ريتينشن سيست. الجلاند لما تملى ميوسين بيبقى لونها ايه؟ ازرق. حقيقه دي بنشوفها على فكره في العيانين، تيجي عندنا تفحصها تلاقي عندها اكياس زود اكياس زود وكده. دي بيسموها ايه على اسم العالم؟ نابوثيان سيست او نابوثيان فوليكلز. يبقى ده النوع رقم ثلاثه. حصل حاجه اسمها سكندري هيلينج فيز، ان الاستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم طلع تحت الكولومنر وقفل الضغط، فراح عمل ريتنشن سيست اسمها ايه؟ نابوثيان سيست. ودي النوع رقم كام؟ ثلاثة. لغاية دلوقتي انتوا هتسمعوا ثلاث انواع. أول نوع اسمه كرونيك، ها؟ اندو سيرفوسايتس، بيطلع ايه؟ صديد. طيب حتة حمراء يبقى اسمها ايه؟ ايروجن، اسم الأشياء. اكتبي. طيب طلع أكياس لونها أزرق اسمها نابوثيان، اسمها غبي، نابوثيان فولج. العنق رايح متضايق، نعم. بس أنت عندك الكولومنر بيبقى عبارة عن كده، شايف؟ باكت وجلاند، خلاص؟ لما يجي الاستراتيفايد يحاول ينزل تحتيه يروح عامل ايه بدون؟ يقفلها، تلاقي الجلاند مالت ايه؟ ده عشان اقنع نفسي، بس هو الصح ريبيتد هيلينج وماسريشن، اروح عامل ايه في الضغط؟ فايبروزس، ده الصح، بس احنا ماشيين على كتاب الاسم. برايمري هيلينج يطلع كولانا. الاستراتيفايد قلب يطلع من تحت، راح قفل الضغط، فما قفلها عمل ايه؟ ريتنشن سيست، لونها ايه قلت؟ ازرق، فسموها ايه؟ نابوثيان فولج. عنق رايح متضايق، ليه بقى؟ الصديد وقع تاني، راح عمل ايه؟ مسريش، وبعد كده هيلينج ومسريش وهيلينج، راح بيتضايق. انت لما بتتضايق في بيتك في كل واحد ليه رياكشن مختلف عن التاني. في واحد بيتضايق يروح فاتح التلاجه يقعد ياكل ياكل وينتقم، تلاقيه تخن كده خلاص؟ ويجي الامتحان يقول لك اصل كنت باكل فراخ وبتاع. واحد تاني يجي يتضايق يقول لك نفسي تصدر عليك، تلاقي روحه كده. يبقى انا عندي عنق الرحم هيحصل له حاجه من اربعه، تعالى كده نشوفهم. تبني على اول واحد تخن، ما هو اتضايق، فيسموها كرونيك هايبرتروفيك سيرفوسايتس. هيعمل حاجه كان نفسه اسمعها، بارل. خدنا فين بقى بارل شيت سيرفيس؟ احنا قربنا نخلصه خلاص، بس لموضوع واحد في المنهج وكده خلصته. خدناه في سيرفايكال ابورش، خدناه في سيرفايكال اكتوبيك، سيرفايكال فايبرويد اهو، كرونيك هايبرتروفيك سيرفوسايتس. ناقص لي واحد في الكانسر. يبقى احنا عندنا كرونيك هايبرتروفيك سيرفيسايتس، ده هيعمل حاجه عامله زي البرميل، اسمها ايه؟ اللي عايز يكتبهم اهو لغايه ما ناخدهم. سيرفايكال ابورشن، سيرفايكال اكتوبيك، وكان في بينهم فرق. سيرفايكال فايبرويد، الكانسوليتري ده. كرونيك هايبرتروفيك سيرفيسايتس، ناقص لي واحد في الكانسر، هناخده ونقول بقى الخمسه مع بعض. كرونيك هايبرتروفيك تخن، اشوف بقى عامل كده زي البرميل. طب رفع يبقى اسمه ايه؟ ده احتمالات يعني، ده او ده او ده او ده. رفع اللي هو كرونيك اتروفيك سيرفوسايتس، يبقى اكتب جنبه رفع. يبقى لا اما تخن كرونيك هايبرتروفيك، لا اما رفع كرونيك ايه؟ اتروفيك، لا اما بقى عامل زي الخشبه. يعني ايه خشبه؟ اي واحده عنق الرحم بتاعها موبايل، انت ما تعرفوش، يعني زي مسكت عنق الرحم كده ليه بيتحرك؟
اذا ثبت يبقى عندي حاجه من اتنين في المنهج، لا اما انفكشن لا اما مالجنسي مشي بالعرض. التشو اللي بالعرض ده اسمه ايه؟ باراميترين. لما نزل على تحت دي مين؟ فاجينا. يبقى ما حد يقول لك في الامتحان فيكسد سيرفكس تقول له ايه؟ حاجه من اتنين، لا انفكشن لا مالجنسي. راح لمين اللي بالعرض؟ وراح مثبته، او راح للي تحتيها اللي هي مين؟ الفاجينا. تفتكر هنا اما يروح للباراميتر لما يعمل بارا ايه؟ ميترايتس، او الانفكشن مشي بالعرض كده في الباراميتر، فمسكت عنق راح لقيت عامله زي الخشبه، فسموه ايه؟ كرونيك وودي سيرفيسايتس. يبقى ده النوع رقم 6 انتوا هتسمعوه، كرونيك وودي عامل زي الخشبه. اعرف ليه خشبه؟ لانه فيكسد، لانه راح لمين؟ للباراميتر. اخر نوع العيانه دي عندها كرونيك مش اكيوت، يبقى انهي نوع من الخلايا موجود فيها؟ لوكوسايتس ولا ليمفوسايتس؟ لوكوسايتوزيس يعني ايه؟ اكيوت ليمفوسايتوزيس كرونيك. ودي ايه؟ الاقي بقى الليمفوسايتس جريت وجت هنا في الحته دي تحت الابيثيليوم، اجي انا مش هشوفها، انا بحسها هي ما اتجمعت عملت حاجه محببه بيسموها كرونيك فوليكولار سيرفيس، دي تحس متشافش، دي محتاج واحد بروفيشنال. وانا بفحص العيانه لما الاقيها عندها محببه اعرف ان مين اتجمع هنا؟ ليمفوسايتس. يبقى الليمفوسيتك اجريجيشن عملت محبب اسمه ايه؟ كرونيك فوليكولار سيرفيسايتس. على فكره بقى دلوقتي انا قلت السبع انواع اللي هيقولهم، اول نوع ها هو ده مفتاح الموضوع اندو سيرفيسايتس، ثاني نوع ايروجن اسم الاشياء اكتوبي، ثالث نوع نابوثيوم فوليكل كيس لونها ايه؟ ازرق تخن هايبرتروف رفع اتروف اكسبت وودي امال محبب يبقى نيجي اتنين بقى ما لهمش علاقه بالموضوع. نوع اسمه ميوكاس بوليب، ده سؤال بيجي في الانس كيو، الكومنست بوليب انفيمين سيرفايكال، هي دي. يبقى في نوع من البوليب اسمه ميوكاس بوليب، اكتب لي جنبها it is the commonest سيرفايكال بوليب ان فيميل. لسه ما خدناش كل البوليفاي، في فايبرويد بوليب، في بلاسنتال بوليب، انا بقول لك الميوكاس بوليب تعتبر دي الكومنز، ده سيلف انسكيو. يبقى اللي بتطلع من الانفكشن سببها ايه؟ ادي عنق الرحم. هنا المشكله اندو ولا اكتو؟ اندو. الاندو سيرفكس ابتدى يتكاثر يحصل هايبربليزيا، فراح مطلع بوليب اهي زي ما انت شايف كده، ليها بدي كلمه. انا هقسم اتنين وهقول لك ليه. هو الاورجن من بره ولا من جوه؟ من جوه. الشكل ده بالظبط بتشوفه، تلاقي بوليب واحده او اتنين طالعين من الاندوسيرفكس والبلجيك اللي بره اسمها لحميه. ايه الكرايتيريا بتاعت البوليب دي؟ اي حاجه بحرف الاس ما عدا سي سايل. يعني ايه سي سايل؟ سي سايل يعني ايه؟ ملهاش بيدك خلاص؟ يعني اكيد بدانكيوليتد. حد يقول لي بحرف الاس بس مش تقول لي سامح، انا بقول لك حاجه ليها علاقه بالبوليب. حد يعرف يالف؟ سمول سوفت سليبري سموث سنجل، وعشان كده رسمتها لك اور ايه؟ مالتيبل، يعني ساعات سنجل او مالتيبل. اكتب اي حاجه بحرف الاس، سمول سوفت سليبري سموث سنجل، بس ما تكتبليش كلمه سي سايل سالي. سوها احلى. تعالى بقى نشوف اللي بعده. احنا قلنا عكس سيسايل ايه؟ بي دانكيوليتد، عشان ما انساش الكرايتيريا. نيجي بقى حاجتين بحرف البي في الرسم، لونه ايه ده؟ برايت ايه؟ ريد. ليه برايت ريد؟ مليانه كميه فاسكولاريتي. انا جاي بقى في حته مهمه جايه، انت ما تيجي تلمسها تلاقي نقطتين دم على الجوانتي، دي مصيبه دي على فكره. يعني لما اجي افحص عيانه ولا نقطتين دم، ده اسمه كونتاكت بليدنج، يعني بليدز اون ايه؟ تاتش. هتعرفوا في الكانسر اني كونتاكت بليدنج كونسيدرد كانسر سيرفكس انتل بروف اذروايز، عشان كده ده بيجي تحليل. فهمت قصدي؟ يبقى ما يجي لك عيانه حاله كل ما تفحصها تلاقي نقطتين دم، كل ما يحصل بينها وبين جوزها انتركورس ينزل نقطتين دم، اسمه ايه ده؟ كونتاكت بليدنج كونسيدرد مالجنسي انتل بروف، عشان كده ده بيجي ديفرنشال دايجنوز مع مالجنسي في حاله. يبقى ما تنساش هنا ده اسمه كونتاكت بليدنج. كده وصلت بقى لاخر نوع ومش مكتوب في كتاب الاسم ومش عايزه، مش مشكله. اسمه اكتروبيوم، بس في ناس بيحبوه في الشفوي. ايه بقى الاكتروبيوم ده؟ اكتروبيوم عامل زي فكرة اي ليد لما قال لكم اكتروبيوم. ايه اللي حصل؟ عنق الرحم انتوا عندكم عامل زي ايدي كده. السايت اوف فيوجن بتاع عنق الرحم عند الساعه كام وكام في الامبريولوجي؟
عند الساعة 3 والساعة 9. أكتر حتة ويك هي مين؟ 3 و 9. عيانة ولدت وبعد ما ولدت حصل قطع عند الساعة كام؟ ولا ما خيطتوش، حد يعرف إيه اللي هيحصل؟ طالما كده بقى فايبروز، بص إيه اللي هيحصل؟ تلاقي إن الأنتيور والبروبوسيلوم حصل لهم إيه؟ إيفاجن. أنا شايف أنهي سيرفكس قدامي؟ إن دولونه إيه؟ أحمر، بيبقى عامل زي الروج أهو. روج. روج. هو ده الإلكترون. هل ده إنفكشن؟ لا، بس إداني حاجة لونها أحمر في دراعات عشان يكون إيروجن. ده ديفرنشال دياجنوز مع الإيروجن. تاني، يبقى حصل تير عند الساعة 3 و 9، وبعدين حصل إيفرجن، فأنا شايف أنهي سيرفكس أهو؟ إندو لونه إيه؟ أحمر، فيديك الشكل الجميل ده. ده اسمه إكتروب، اللي هسمحهم 9. أول نوع كرونيك إندو سيرفكس، أنا ما بعيدش عشان أنا، ها؟ تاني نوع إيروجن، اسم الأشياء. إكتوبي. عمال اكياس لونها ازرق نابوثيان فولكل تخل هايبرتروفيك رفع اتروفيك سيبد وودي محبب فوليكولا ميوكاس ايه دي الكومنس بوليب ايه في مين خلاص في سيرفايك اخر نوع اسمه اكتروبيوم ممكن ما تكتبوش عادي اسمعهم فين بقى في كلينيكال بيكتشر كون ستوري تعالى نشوف كلينيكال بيكتشر تحريري لمين للسيرفوسايتس سيمتومز وايه وساينس الماليجنسي احنا عندنا ايه السيمتومز بتاعته بحرف الايه حد يعرف اسيمتوماتيك زي الفايبرويد اللي مذاكر فايبرويد هي هي بحرف البي كان بليدنج بحرف السي كومبليكيشن كانت ايه في الفايبرويد انفيرتيليتي افتحوا كده المطرحه هتلاقي الكلام ده دي تشارج اي اللارجمنت 2 بي كان هناك في حمل بين وبريشر شيلوا الاحرف المتحركه حطوا لي يعني فاولز اللي هي الاي والاي واحد يقول لي والاي فين الاي انا بتكلم اللي قدامك خلاص يبقى الاحرف المتحركه اللي هي ايه واي انا ما سمعلكش طلع ان انت الصلاه شطبت اللارجمنت حطوش تو بين بريشر انا ليه عملت كده عشان ده سؤال بيجي تحريم مش عايزك تنسى سيمتوم يبقى انا هعمل نفس السكيما بتاعت اي مالجنس اللي المذكره اللي جايه لاخر واحده كل المالجنس كده ايه اسيمتوماتيك بي بليدنج سي كومبليكيشن انفيرتيليتي دي ديسشارج اي انلارجمنت تو بي بين اند حد يقول لي البليدنج اقول لكم ايه وتقولوا لي ديفرنشال دياجنوز كونتاكت بليدنج افكر فين كانسر سيرفكس انتل بروف اذروايز عشان كده بيجي تحريري طيب اقول بقى حته كده ورب حد يكون فاهم مينوراجيا هنا لوكوريا هنا ديس مينوريا بيت حد يكون فاهم العلاقه بين الثلاثه دول اللي ما يعرفهاش ياكل ثلاث حاجات اخوات ما بيسيبوش بعض في كلمه كونجيشن اي انفكشن هاخده من النهارده لغايه الحصه الجايه بيعمل ثلاث اخوات حاجه نون سبيسيفيك الكونجيشن ازاي بيعمل مينوراجيا فاهم خراطيم دم خلاص كميه الدوره بيحصل فيها ايه تزيد كونجستد بلاد فيسلز ترشح ميه لونها ابيض يبقى ايه لوكوريا تعمل وجع قبل الدوره يبقى ديسمينوريا ده في كمان اسطمبه هنا اي انفكشن كرونيك بيعمل الحاجات اللي جايه دي 6 ديز عشان ما اقعدش ايه كل مره انا احفظه مره وخلص بيعمل ديسيوريا حرقان فين في البول عشان الكونجيشن بتاع البلاد ديسكيزيا ده كله في البلز كونجيشن يعني وجع اثناء الديفيكيشن ديسبارونيا وجع اثناء ايه ديب باك ايك هي لو باك ايك انت بقى تغيرها بعد كده بس عشان تفتكرها ديب باك ايك دال ايكينج بين دايما الكونجيشن بيعمل اي نوع من البين دال ايكينج بين هم 6 دي 60 ان شاء الله هاخد تي بي التي بي بيعمل كرونيك ولا اكيوت لا كرونيك هتروح قايل لي مينوراجيا لوكوريا اتزنقت في الامتحان مش عارف اجاوب مينوراجيا لوكوريا 6 ديز لاي انفكشن كرونيك بي اي دي الحصه الجايه اهو مينوراجيا انا قصدي ثابته اي انفكشن وبعد كده اقول الحاجات السبيسيفيك بقى حد يقول لي ليه انفيرتيلتي خدناها ليه السيرفيسايتس تمنع الحمل لسه ما اتقالتش ليه السيرفيسايتس تمنع الحمل اولا السيرفيسايتس بتطلع افرازات الافرازات دي بتتلخبط بين الاورجانيزم وبين السبرم يعني يعني هي طالعة ضد الاورجانيزم تروح قاتلة مين دي اسمها كروس اميونيتي يعني ايه كروس انا طالع اقتل الاورجانيزم رحت قاتل مين السبرم دي بيسموها هوستايل يعني هوستايل
عدواني سيرفايكال ديسشارج. تخيل ده سبب لمنع الحمل. يعني لما يجي لك عينه عندها انفكشن اذا ما عالجتهاش العينه دي مش هتحمل انفكشن. عشان كده انا بدي العينه ديت انتي بايوتيك اخلص من الهوستايل سيرفايكال ايه ديسشارج. نيجي بقى في الام سي كيو اذا جالك نوع افرازات معين يبقى اكيد سيرفس سو. ميوكو يعني ميوكو ميوكال بيرلان ديسشارج. اذا جابها في حاله يبقى سيرفس سايز. مفيش حاجه في المنهج بتطلع ميوسين غير مين السيرفس. هاتي حاجه سبيسيفيك. لما يجي لي سؤال في الام سي كيو عيانه عندها ميوكو اول ما يسمع كلمه ميوكو انسى كل حاجه ده سيرفسايتس. ايه الحاجات السبيسيفيك والباقي في الزباله. كونتاكت بليدنج ليه ما بتحملش هوستايل سيرفايكال ديسشارج انهي نوع من الافرازات ها ميوكو بيرلان ديسشارج. هي دي الحاجات السبيسيفيك للسيرفسايتس. نيجي للساينز بقى. حد يقدر يسمعني التسع انواع بس يقول لي كل واحده بتتشاف ولا لا؟ يعني في حاجات ما تتشافش تتحس. ما انت اذا كنت فاهم في حاجات تتشاف. نشوف كده حد حضرتك. احنا عندنا تسع انواع. انا هقول لك النوع وتقولي تتشاف ولا ايه ولا لا. كرونيك اندو سيرفوسايتس تتشاف. هلاقي صديد خارج من انترا. تاني نوع قرحه الوجن طبعا حمراء يبقى شوف. طيب نابوثيوم فوليكيوز ليه؟ بلوش سيست نشوفها في السن. طيب كرونيك هايبرتروفيك اشوفه عامل زي البرميل يتشاف طبعا برميل وده اتروفيك طبعا. طيب كرونيك وودي طبعا ده يتحس بحركه. طب كرونيك فوليكولار اشوف الليمفوسايتس بعيني اكيد ايه حاسه. ميوكاس بولي طيب اكتروبين روج يتشاف. يعني ما تنساش هنا ان كله يتشاف ما عدا يبقى انا بكتبها. يبقى انت هتكتبهم في الامتحان كاملين. شفت بقى بتكتبهم فين مش في الباثولوجي. الباثولوجي ما بيجيش تحليلي بيقول لك كلينيكال بيكتشر. فتقول له هشوف كرونيك اندوسيروسايتس هشوف سيرفايكال ايه ايروجن هشوف نابول اكسبت مين ومين كرونيك ها وودي وكرونيك ايه. اسال سؤال صعب ايه اللي يتحس؟ اكيد دول في ناس منبهر لسه كرونيك وودي اكيد وكرونيك ايه بس ممكن احس كمان كرونيك هايبرتروفيك اللي هو اسمه ايه بدل شيء. طب لو طلعت جوانتي وعليها نقطتين دم كونتاكت ايه؟ بليد. ودي مهمه جدا طول ما انا ماشي مركز على عشان كانسر. على فكره الموضوع ده اهم سؤال بيجي عشان تعمل له ديفرنشال دياجنوز مع كانسر ايه؟ سيرفكس. ان شاء الله بقى ما ناخد كانسر سيرفكس اللي هو اول كانسر بعد المذكره دي. في دكتور عندنا الله يرحمه مش دكتور هو فني معمل اسمه استاذ سمير. هو كان اسمه سمير استاذ سمير الله يرحمه مات بقى له حوالي 3 4 سنين. هو اللي بيعمل السمير الله يرحمه ما كانش بيفهم. يعني روح اعمل مسحه كده وعايز اقول لي ده انفكشن ولا مالجنسي. فهو يعمل ايه بقى عشان خايف ان يقول مالجنسي يطلع مش مالجنسي او يقول مش مالجنسي يطلع العكس. فكان الراجل الله يرحمه كان ما بيفهمش. فبيعمل ايه يروح كاتب لك ايه تريت انفكشن فيرست وبعت لي العينه تاني عشان هو مش فاهم. اروح انا معالج الانفكشن وابعتها لك يقول لك انفكشن ستيل بريزنت ها تريد ذا انفكشن فيرست يا ابني وروح باعت له تاني لغايه ما نزهه واقول ايه؟ اتفلق العيان. على فكره الله يرحمه ما كانش بيفهم خالص كان اسمه استاذ سمير. يعني اول حاجه اول ما اسمه سمير اه ده مشهور جدا كان بياكل طعميه طول ما هو بيعمل. يعني هتلاقي الورق كله عباره عن طعميه وزيت الله يرحمه. بيقول لك الانفستيجيشن رقم واحد سمير عند الاستاذ سمير خلاص يبقى ايه سمير. ده هناخده في كذا سيرف يكتب هنا بتفاصيله من هناك. هلاقي اكسكلود ايه الاول؟ كانسر سيرفيس. يبقى رقم واحد بصراحه في الانفستيجيشنز بتاعتي هشرح السمير عند استاذ سمير خلاص؟ طيب اذا طلع السمير نيجاتيف هاخد عينه عشان اعمل بكتيريولوجيكال اكزامينشن عشان ادي ايه؟ انتي بايوتيك. مع ان هتشوف دلوقتي كتاب القسم عارف كاتب ايه؟ سي دي سي 2010 خلاص؟ انا هدي مضاد حيوي هو واحد. طب ليه بتعمل بكتيريولوجيكال اكزامينشن؟ ده حتى بيقول لك اف ريكرنت ادي نفس الانتي بايوتيك. فطبعا تحس انه كتاب فيه حاجه غلط. يبقى هعمل بكتيريولوجيكال اكزامينشن عشان اشوف الانتي بايوتيك. في الاخر بقى العين دي ما بتحملش هعمل سيرفايكال ميوكاس ستادي. يعني خدها في الانفرتيليتي حاجه اسمها بوست كويتال تيست. يعني انا بيحصل بينها وبين جوزها انتر كورس وبعد كده بشوف السي السبرمز عندها اخبارها ديت سي ليتر من سي بي 4 لسه ما خدناهاش سول سي ليتر.
يبقى انت هتشرح ايه بقى لما يجي لك انفستيجيشن في الامتحان؟ سمير هيتشرح وبوست كويتال تيست. عشان كده بقول لك بيجي تحريري ما تسيبوش فاضي اذا كان عندك وقت، ما عندكش عرفه بس السمير ايه النتائج بتاعته، البوست كويتال تيست ايه النتائج بتاعته، بس لازم اجيب هنت عليه علاجه كوتالي ولا انتي بيوتيك. اوعى تقول كوتالي نهايه، ده مكتوب كتاب اسمه كرايو ليزر اوف ليميتد يوز. انا هدي سي دي سي عام 2010 الله يخرب بيوتك. ها سي دي سي عام 2010 عملوا ايه؟ قال لحدي اذيثرو مايسن 1 جرام سنجل دوز، او حد سمع على فيبرا مايسن اللي هو تيترا سايكلين لسه في السوق؟ فيبرا مايسن ده حب الشباب، اي حد يروح لدكتور جلديه يقول انا عندي حب الشباب يديله ده اللي هو فيبرا مايسن 100 ملي جرام توايس ديلي لمده اسبوع. على فكره الدوز دي روتين، هو كبسولات لونها لبني كده خلاص او ازرق، بتاخد التتراسايكل اللي هو الفيبرامايسين ده 100 ملي جرام توايس ديلي فور 7. طب نفترض حصل ريزيستنت انفكشن اعمل ايه؟ ريبيت انتي بايوتيك. ها ده كتاب الاسم. هل ممكن استخدم كتر الاجابه؟ لا، يبقى انا اديترو ده دواء حلو، اديترومايسين سنجل دوز او تتراسايكل. نعم أو اسمه دوكسي سايكل. نعم ليه؟ اه في الايه؟ في السلايد؟ اه اكتبها، ايه مشكلة؟ ما هي دي ديفرنشال دياجنوز مع الكرونيك سيرفوسايتس. سامحها سايد سايد، سامحها سايد، معلش هو الصوت على بال ما جه. كده يبقى انا خلصت، وهقول بس كلمه جابها الدكتور المليجي، حاجه اسمها سيرفايكال ايروجن جه في امتحان. عملت ايه الطلبه بقى؟ انا اول مره اشوف الكتاب بتاعي، على فكره في كتاب انتم ما تعرفوش موجود في القصر العيني، موجود في كل الكليات، كتاب ملون ليه؟ خلاص؟ الكتاب ده انا ما بقولش عليه ليه؟ اولا بيتباع في كل الكليات ما عدا كليتكم. يعني تلاقي كليه طب طنطا بيذاكروا منه، كليه طب بنها، كليه شبين، على فكره كنت بدي دروس هناك طنطا. الكتب ديت كتاب محترم كده، الكتاب ده انا اول مره اشوفه قد كده. لقيت طلبة طالعة من الامتحان مصغراه قد كده، كتاب الجاينة هنا، كتاب أنا أول مرة أشوف كتابي قد كده، نفسي آخد نسخة. لقيت واحد طالع من الامتحان يقول لك إيه؟ أنا دخلت الحمام، دخول الحمام ده مهم جدا، روح فتح كده لا موضوع اسمه سيرفايكال إيه؟ إيروجن، كان غير متوقع، كان الدكتور المليجي كان جابه في الامتحان، جاب تو انفكشنز في الامتحان، ده والبكتيريا الفاجينوز في نفس الامتحان. المهم الطلبة اتصرفت وقطعت الورقة وكتبت اللي أنا كاتبه بالظبط. أنا كاتب خانة نو سيمتوم نو انفستيجيشن نو تيب، الخانه الثانيه سي بي 4 سي بي 4 سي بي 4 الاغبياء قال لك نقشته خلاص سقط. لازم سي بي 4 كان يفتح الصفحه اللي قبليها اللي هو كرونيك اللي لسه واخدينه، ولو طالعين يقول لك نقشته بس سقطت. ها احنا عندنا السيرفايكال ايروجن، وعم بيوريني الكتاب، قبل شوف كتابك والله بصيت عليك اتشكت، مش عارف ده بيتعبوا فيه قوي ان الكتاب صغنون، مش عارف ازاي بيشوفوا كمان، معرفش نظرهم ايه ده، خط صغير. قال لي عرفت بقى سيرفايكال ايروجن اسم الاشيك اكتبي، لا لسه واخدينه. طلع ان ده عنق رحم لونه بينك، في حته لونها احمر، حد يقول الحمر ده لايند بأي نوع من الكتير؟ كولامنر. يبقى الديفينيشن بتاعه ريدش اريا ويزن بينكش اكتوسيرفس. ايه الانواع؟ في نوع انتوا خدتوه دلوقتي وعايز افرق بينه وبين النوع ده، في نوع اسمه without infection ما بتعملش الجدول هقول لك تعمل ايه في الامتحان، وفي نوع with infection. احنا خدنا الwith infection اللي هو كرونيك ايه؟ حد فاكر كان كام healing phase primary وسكند؟ المشكله اللي كاتب هنا سكند، انا مش عارف ليه، يعني هي اللي بتتعمل انهي واحده؟ primary عشان تعمل حاجه لونها احمر في حته لونها ايه؟ pink. تعالى بقى نشوف نوعين تانيين بيلخبطوا لي مع ده، اسمه كونجنيتال. على فكره في كونجنيتال ايروجن، يعني ربنا خالقها بايروجن وهي مولوده. اللي انت ما تعرفوش ان عنق الرحم بتاع العيان انترا يوتراين في بطن مامتها والفاجينا لايند مختلف عن حياتنا ازاي؟ طلع ان ربنا عامل النص التحتاني بتاع الفاجينا كله ستراتيفايد، النص الفوقاني بعنق الرحم بالكامل كولامنر. على فكره ده النورمال، اي بنت في بطن مامتها انترا يوتراين بتبقى كده. انت متوقع هيحصل ايه في الرسم؟
ان الكولانر ده سيتحول الى 35، كل شويه الجنكشن ده يعني لغايه ما يجي لغايه هنا، صح ولا لا؟ ايه رايك ان ربنا اراد ان الموضوع ده يفضل؟ حد يقول لي عنق الرحم لونه ايه؟ يعني فضل لغايه ما كبرت. The resistance of the intrauterine condition هيبقى لونه ايه؟ احمر. فهقول عليه ايه؟ إيروجين. هل ده ليه علاج؟ لا. هل ليه سيمتوم؟ فانا لازم افرق بين ده وده طبعا، لان ده ليه علاج انتي بايوتيك ده لا. يبقى الكونجنتال ده عباره عن ايه؟ The resistance of intrauterine condition اللي هي ان النص التحتاني كله ايه؟ ستراتيفايد، النص الفوقاني كله وفضل كما هو ربنا اراد. ده لا ليه علاج ولا لازم افرق بين الاثنين. طب في نوع انتوا ما تعرفوش برضه، اسمها الحمل، اسمه هرمون. اي واحده حامل، اي واحده بتاخد حبوب من الحمل فيها هرمون اسمه ايه؟ استروجين. هتعرفوا ان الحوامل كلهم عندهم قرح. هل اكويها؟ هل اديها انتي بايوتيك؟ لا خالص، على فكره ما بطنشها تمام. اسمه هرمون. سببه ايه؟ ان الاستروجين بيكبر ايه على حساب ايه؟ الكولانر ولدت، يحصل ايه في الاستروجين؟ يختفي، يرجع الكولانر. يبقى ما يقول لك ان الاستروجين بيكبر الكولانر على حساب الاستراتيفايد، يبقى ده هرمون الاستروجين. افرق ازاي؟ دي بطشه حمراء ودي بطشه حمراء، ما انا عايز افرق. قال لك حط ايديك على القرحه، اذا لقيتها فلات يبقى ده، اذا لقيتها محببه قبلها من شويه اللي هي مين؟ فوليك. او فيلفتي. يعني ايه فيلفتي؟ عامل زي القطيفه اللي بيسموه المخمل. ها انا بلاقي حاجه القطيفه دي اسمه بابيلاري، بيبقى عامل كده. بابيلاري عامل كده، شايف الفولز ديت وفاسكولار اهي، تلاقي فيه بلاد فيسز داخله كده، ده اسمه بابيلاري. تيجي تحسها من فوق عامل زي القطيفه، يبقى اذا لقيتها فلات او سيمبل تبقى ده، وملهاش علاج وملهاش سيمبل. امال اذا لقيتها بابيلاري دي عامل زي القطيفه او فوليكولار يبقى انهي نوع؟ بقيت الجدول خلص. حد يقول لي بقى هنا السيمبتومز ايه؟ نو سيمبتومز. هنا سي بي 4 حد فاكرها؟ اللي هي ايه بقى؟ بليدنج كونتاكت، اكتبهم من هناك. ها طيب هنا الباثولوجي فلات اند سيمبل، امال هنا بابيلاري او فوليكولار سامي فوق. طيب انفستيجيشن نو انفستيجيشن. طب هنا سي بي 4 اللي هو ايه؟ سمير. طيب هنا العلاج نو تريتمنت، امال هنا سي بي 4 اللي هو كان ايه؟ ها انتي اوما كان سي بي 4 سي بوك. ها لا سكند هيلينج ما بيعملش، هو البرايمر، هو كاتبين الاثنين، كتاب اسم كاتبين برايمر وسكند. كتاب كده بس هو الصح مين؟ برايمر. هتكتبه ازاي بقى في الامتحان؟ هتيجي تقول له سيرفايكال ايروجن سيرفايكال اكتو، تروح كاتبهم تحت بعض يعني وذاوت انفكشن تقول الاسباب ويز انفكشن تحتيها. بعد كده هروح شارح ده لوحده وده لوحده، ما تحطش جدول. ان شاء الله حصه النهارده الظهر هيبقى فيها رابشر يوترس وبرنيال سليشن، هنقعد نخيط، هنجيب ابره وفتله وهنخيط.